كلام مهم جدا، الربط بين السمنة وبين معدلات الإصابة بأمراض خطيرة وربما لا قدر الله أيضا فقد الحياة. لكن لازم تفهموا حاجة، إن التعامل مع السمنة المفرطة مش تعامل شخص واحد في المنظومة العلاجية، ده فريق طبي متكامل. والكلمة دي ما تاخدوهاش على محمل من البساطة وتقولوا ده كلام دكاترة بتقوله عشان تبين مدى جهدها، لا ده واقع، واقع انت لازم تتتبعه. انت كمريض سمنة مفرطة، المنظومة اللي قدامك قياسها بالنسبة لك هل هي فريق طبي متكامل ولا حوار ذا فردية مطلقة؟ مخيف قوي الحوار ذو الفردية. ليه فريق طبي متكامل؟ لان احنا هنفهم النهاردة مين هذا الفريق الطبي المتكامل، الفريق المتكون من ايه، ولازم كله يكون على نفس القدرة والمهارة، لازم يكون زي ما بيقولوا كلاس ايه في كل حاجة، الجراح، فريق التخدير، التغذية، الدعم، المستشفى، التمريض. دي قصة كبيرة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في كلمة بتاخدوها على معنى بسيط جدا ولكن واقعها الحقيقي أكبر مما تتخيله. عنوانها فريق طبي متكامل. ضيف اليوم هو واحد من نجوم هذا المجال، الاسم القدير الذي قدم الكثير من الأهمية لثقافة جراحات السمنة، وقدم الكثير من التفاصيل الهامة جدا بأسلوب بارع جدا، وأيضا أكيد عمل مهني تقني على أرقى مستوى. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين. وأنت اللي بتعمل عملية؟ آه طبعاً أنا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت أن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك أن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه، لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أن يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الثقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. العب تكميم معدة؟ اشمعنى أنت بتعمل تكميم معدة؟ ما في ألف واحد بيعمل تكميم معدة، في ألف واحد بيعمل تحويل مسار، وفي ألف واحد بيعمل تحويل مسار كلاسيكي، أنت ما بتختارش واحد من الألف. طب أما تيجي تختار، تختار مين؟ أنت عايز واحد عمل 1000، 2، 3، 4، 5000، 10000 حالة، مش دكتور بيعمل تكميم، لا دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، ومش دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، فريق طبي متكامل عملوا أكتر من 10000 حالة. العيان هو أحسن مثال لنتيجة الدكتور اللي بيعبر عن قدرته في التعامل مع العملية. دكتور، تخدير، رعاية، تغذية، متابعة، هو ده الفريق المتكامل اللي تقدر بيه تبقى مطمن. استنى بس هنقول ايه؟ دكتور وليد إبراهيم، المانشيت. إذن هذا هو المانشيت، لكن اسمحوا لي قبل أن نذهب للمانشيت الرئيسي في حوارنا اليوم أن أرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، استشاري جراحات السمنة والمناظير وأستاذ جراحة السمنة من كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو. منور، سعادة كبيرة عندنا أن أنت النهاردة موجود معنا، لكن
خلينا أقول لك أنه المنشط الذي يفرض نفسه بقوة هو أن جراحة السمنة ليست لعبة فردية. خلينا أقولها بطريقة تانية، ولكنها منظومة جماعية. مع عذرا طبعا أننا نقول كلمة لعبة، لأن جراحة السمنة أعظم من أنها يتقال عليها لعبة، دي حاجة تتعلق بالحياة. لكن عشان نلخص المسألة في دماغ الناس ما بين فردية وجماعية، دايما كلمة فردية بتعني شخص. هي منظومة، منظومة منظومة فيها أطراف كتيرة قوي، لأن هدف المنظومة مش مجرد إن إحنا بنعمل عملية وبنقص. برانش جراحة السمنة مختلف عن الفروع التانية في الجراحة. يعني على سبيل المثال في الأورام مثلا، تقريبا كل العيانين مختلف الستيجنج، اللي هو مراحل تطور السرطان بطريقة مختلفة، فكل واحد بيترسم له خريطة معينة. إنما احنا بنتكلم في ناس عندها زيادة في الوزن، ده رقم واحد، وبالتالي هو مش مريض. يعني هو عيان السمنة، هو جاي على رجليه وجاي يعمل عملية. فلو انا حطيت نفسي مكانه، طب انا ماشي على رجلي، وزني 130 120 كيلو او حتى 100 كيلو مضايقني، بس انا ماشي على رجلي وما عنديش مرض، فانا عايز اعمل عملية، وهخش اعمل عملية بالمنظار واتيفر هي تكميم او تحويل، بس سوري لا اتقبل حدوث اي اعراض جانبيه. لانه في كثير من الاحيان جاي بجمله انا ما بشتكيش من حاجه، انا ما عنديش حاجه، حتى لو عنده حاجات كقنبله موقوته كاعراض جانبيه لزياده الوزن. السكر والضغط هيقول لك ده امر الله، انا عندي سكر وضغط نتيجه لزياده الوزن، او ده قضاء ربنا وانا عندي سكر وضغط. وبالتالي انا يعني لو حصل لي اعراض جانبيه، ليه يحصل لي اعراض جانبيه؟ انا ايه اللي دخلني اصلا ان انا اعمل عمليه؟ بمنتهى البساطه، وهو لا قدر الله لما بتحصل اعراض جانبيه يقول لك انا طب انا ليه، وانا يا ريتني ما كنت عملت العمليه. فالكير لمريض السمنه مختلف، زي مريض التجميل لا يتقبل ان يحصل فيه اعراض جانبيه، نفس الاسبكت. بس على الرغم ان دي جراحات خاضعه لمنظومه طبيه، ودي جراحات تجميل او جراحات السمنه، هي جراحات في الاول والاخر، هو طب. احنا ممكن ناخد حقنه يحصل لنا، يعني لسه من 10 دقائق مريضه عامله من شهرين خدت قرص سيليبريكس اللي هو زي الاسبرين، فحصل لها ماركت انافلاكسيس، حساسيه وبدات نقط حمراء تظهر. اي حد ممكن يحصل له كده، واي حد ممكن لا قدر الله يخش اوضه العمليات ويحصل مشكله نتيجه الحقنه. هو في الاول والاخر طب، بس ده بيخلينا نوصل لمستوى اعلى من التفكير، اللي هو ان احنا نجهز المنظومه على اعلى مستوى. لو كان في نسبه حدوث اعراض جانبيه في الجراحات ولتكن 1-2%، وده على مستوى العالم، لا احنا بنحاول نخلي السيستم ان احنا نوصل لنسبة نجاح 99.9%، عشان كذا سبب. اول حاجة يبقى احنا عملنا كل الوسائل قصاد ربنا ان احنا ما سيبناش اي حاجة. الكلام ده احنا بنقول احنا نقصد بيه مجتمع جراحات السمنة كله، مجتمع جراحة بنحاول دايما ان نوصل ان يبقى العيان في اعلى صور من صور الامان. يس. لان انا يهمني السيفتي، امان المريض هو اللي بالنسبه لي اهم حاجه. لما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على النزول، احنا ما بنعملش عمليه لمجرد ان احنا ننزل في الوزن، لا، بنعمل عمليه عشان ننزل في الوزن وتبقى صحتنا كويسه ونعيش حياه طبيعيه. نفس الكلام، احنا بنعمل عمليه فلازم نبقى على اعلى مستوى من مستويات الامان. محمد صلاح بيجيب جول لوحده؟ مستحيل. واي لعيب في كره القدم عمره ما يعرف يجيب جول لوحده. يمكن احنا لما بدانا جراحات السمنه من 10 سنين وبدانا نتكلم وبدانا نوعي الناس، احنا كنا بنحاول نجيب جول لوحدينا، بس في خلال الفتره دي كلها عشان نوصل لمستوى محترم من الرعايه الطبيه
كان لازم يبقى فيه منظومة. المنظومة دي العيان ممكن يبص لها على انها نوع من انواع الماركتنج او نوع من انواع الدعايه، لا. المنظومه دي ان احنا مثلا واحنا جوه اوضه العمليات في منظومه، ان انا معايا مساعد ومعايا المساعد اللي ماسك الكاميرا ومساعد تاني معايا وانا واقف في النص والمريض موجود، دي نفسها منظومه. دي فرقه لوحدها، دي فرقه اللي هو بنعمل العملية عشان نوصل ان احنا تتعمل في 25 دقيقة. وعمل الزمن دايما على فكرة مش هو المعيار في اي عملية جراحية، ان انا بعملها 25 دقيقة معناه ان انا شاطر، لا. انا يهمني في الاول والاخر الامان، سيفتي، بس عملها 25 دقيقة وسيف خلاص اوكي. فعشان نوصل للمنظومة ان انا اعمل العملية سيف وان انا اعملها في 25 دقيقة وان العيان اول ما يخش على تربصة العمليات فيتخدر ويبقى امان، واقدر انا انفخ البطن بالغاز وادخل المنظار وابدا اشتغل وابدا اسلك وابدا اخد الدباسات وادبس وبعد كده اعمل اختبار التسريب واخلص القصه دي 25 او 30 دقيقه بصوره سيف، وان العيان يخلص العمليه ويطلع بامان ويفوق يخش الافاقه ويطلع فوق، فناس تبقى فاهمه تبص عليه كتمريض او مساعدين، ويبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ملاحظة ناتجة من خبرات سابقة، وبعد كده يبقى تحت المنظار لمدة شهر عن طريق التواصل وعن طريق التليفونات وعن طريق الزيارات للعيادة، تجنبا لحدوث أعراض جانبية قد تحدث نتيجة لأي عملية في خلال الأسبوعين الأولانيين. كل دي هي دي المنظومة اللي بتستمر بعد شهر من العملية مع دكتور التغذية. وهل هو هيبقى في الناس العادية اللي هم 95% اللي بينزلوا بصورة طبيعية وبيأكلوا وبيتحركوا زي الفل، ولا هل هو من 5% اللي بيبقى عندهم صعوبة في النزول نتيجة لمشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلة في فيتامين دي أو مشكلة في الحركة أو مشكلة في قلة السوائل لغاية لما يوصل للوزن اللي هو عايزه؟ ما هي دي مسؤولية من أول دخول العيان أوضة العمليات لغاية لما يخس بعد سنة أو سنة ونص. لا يمكن فرد يقدر يعمل القصة دي كلها من A to Z، لازم يبقى فيه منظومة حواليه. المنظومة دي مش مجرد أشخاص بيقوموا بوظيفة، ده ناس محترفة اتعلمت الكلام ده وكل في مكانه عشان نوصل لأعلى درجة من الأمان. تعالوا نسمع المريض قوي. اسمي أسامة حسين، بعمل عملية تكميم مع أستاذ دكتور وليد إبراهيم. أنا أصلاً بعمل العملية مش عشان وزن أكتر منها، عشان السكر عندي عالي، ولكن لما قعدت مع الدكتور وليد إبراهيم قال لي إن وزنك لما هينزل هيخلي مستقبلات الأنسولين هتبقى أعلى والأكل هيقل ونشاطك هيزيد، وقدر بشخصيته إن هو يقنعني إن أنا أدخل في مسألة التكميم، وعشمي في ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أقدر أنقل لكم تجربتي كلها. اسمي أسامة حسين، 57 سنة، عملت العملية من سنة وخمسة أشهر تكميم معدة. أنا وزني كان 101.5 ونزل 81. بمارس حياتي طبعا بشكل مختلف، لكن أنا برضو الوجه اللي دكتور وليد من الناس الممتازة والمحترمة، ودكتور شاطر ومجتهد، ما عنديش أي مشاكل لا في معدتي ولا في صحتي، ولا أقدر أقوله الحمد لله، هي نعمة. توصيف المريض بأنه نعمة نخس ده شيء مهم قوي. ما هو كان عنده مشكلة السكر. وفي برضو حاجة شائعة ان الناس اللي عندها سكر مع زيادة في الوزن وحتى لو كانت يعني طفيفة 20-25 كيلو، فهو تحويل المسار هو الحل الامثل، اللي هو هيجيب من الاخر، اللي هو هيقضي على السكر وفي نفس الوقت هينزل الوزن. وكل الدراسات اللي اتعملت في خلال 5 سنين اللي فاتوا لقوا ان تكميم المعدة تأثيره على سكر من النوع الثاني يكاد يشابه عملية تحويل المسار بالضبط. طبعا مع مميزات تكميم المعدة اللي هي فيتامينز من 8 اشهر ل 12 شهر، مالتي فيتامين وانس دايلي، مرة واحدة في اليوم، فما فيش نقص في الفيتامينز. دي الصورة اللي هي كل الناس عارفاها تقريبا عن تكميم المعدة. بس يعني.
وان احنا ما بنقولش ان احنا هنقص 85 او 90 زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا بنشيل اكبر جزء ممكن من المعده ممكن يتشال، خاصه الجزء اللي فوق اللي فيه هرمون الجوع، وبنسيب اقل جزء يقوم بوظيفه المعده الا وهي ريزرفوار، بيبقى في شكل انبوبه اللي هي ياخد كميه اكل او فوليوم لا يتعدى من 80 ل 120 سي سي فوليوم. الاجزاء اللي بتتشال هي الاجزاء القابله للتمدد، وده بيوصلنا لسؤال ناس كتير قوي بتساله بعد ما تكميم المعده بقى منتشر على مستوى مصر والوطن العربي، ان العمليه بدات سمعتها الى حد ما تسوء، لان في بدات ناس ترجع في الوزن. الرجوع في الوزن بعد عمليات تكميم المعده بيبقى راجع لحاجتين، الاول بيبقى فاكر الحلقه اللي فاتت كنا قلنا تو فاكتورز، هخس قد ايه، فعامل الفاكتورز الاولاني على الجراح والفاكتور الثاني على العيان، وهو فعلا برضو لو قسمناها لقاها تو فاكتور. سبب زياده الوزن بعد تكميم المعده الفاكتور الاول او العامل الاول على الجراح ان القصه ما كانتش مظبوطه. طب ازاي ما كانتش مظبوطه؟ انه ساب جزء قابل للتمدد. طب انهي جزء قابل للتمدد؟ حتتين، الجزء اللي فوق اللي في قبه المعده هو قابل للتمدد، والجزء اللي تحت اللي هو الانترم ده قابل للتمدد. فلو الجزئين دول اتشالوا اكرت بالظبط وما تسابش حتت فيهم زياده، يبقى نسبه حدوث زياده في الوزن نتيجه لتمدد المعده ضئيل جدا. ضيف العزيز ده بتنورنا وبتبدع كالعاده، شكرا. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم استشاري جراحه السمنه والمناصير، استاذ جراحه السمنه المفرده بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الافسو، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا. قبل ان نختم لازم نقول شيء مهم جدا، انه منظومه كليه الطب جامعه عين شمس منظومه غايه في النجاح في عالم جراحات السمنة، قدمت نموذج رائع في الشرق الأوسط، أعتقد أنه النموذج الأفضل على الإطلاق في المنطقة الشرق الأوسط، بل واحد من النماذج العالمية. فده شيء يعني أنا شايفه يعني بمنتهى الرقي، وده شيء رائع جدا جدا جدا، مش مجاملة لكن ده واقع. طبعا جامعة عين شمس ليها دور كبير في حياتنا، و واحنا نفخر ان احنا تلامذه كليه الطب دمرداش جامعه عين شمس. الحقيقه نحن عندما ننظر للي بيحصل في هذه المنظومه في جامعه عين شمس حاجه تدعو للفخر. كل التحيه للقائمين عليها، كل التحيه لهذا المعنى المهم لكلمه عمل جماعي في كل شيء. هنشوف في منشط كيف يكون العمل الجماعي. دائما معك، نورت يا دكتور. شكرا، خليكوا دايما معنا. واحدة من الدراسات المتعددة في نفس الموضوع، دراسة هولندية سنة 2008 اتكلمت عن انخفاض فرص حدوث الحمل إذا كان مؤشر الجسم أعلى من 29، واللي بيعدي مؤشر كتلتها 30 بيرتفع احتمال إصابتها بمرض السكر 3 أضعاف بالمقارنة بمن تحافظ على وزنها. الدراسة أثبتت أن السمنة تؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة من خلال إحداث اختلالات في الهرمونات المسؤولة عن الإباضة، وأن البدانة مرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض اللي بتؤثر على واحدة من بين 5 نساء في سن الإنجاب. الدراسة أكدت معدلات ذكرت في دراسات سابقة عليها أن احتمالات العقم بتزيد بنسبة 27% لدى زائدات الوزن، فيما تزيد بنسبة 78% لدى البدينات. أهلا بكم النهاردة، حوار مثير طبعا وممتع، والرابط ما بين السمنة ومشاكل النساء مشاكل الإنجاب رابط كبير. الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايض في حالة تكيس المبايض، قصة مثيرة جدا. البي سي او، البوليسيستيك اوفري، تكيس المبايض او متلازمه الايض او متلازمه الديفكت او المشاكل الميتابوليزم البناء والهدم،
تلاقي ست عندها تكيس مبايض، عندها سمنة، عندها زيادة في الشعر، عندها بدايات سكر أو احتمالية سكر، عندها زيادة كوليسترول، وممكن الضغط يكون عالي. ست غريبة جدا. السمنة برضو مع الحمل قصة مخيفة ومثيرة للغاية، لأنه مع السمنة تسمم الحمل ممكن يزيد، مشاكل الحمل ممكن تكبر، الطفل ممكن يطلع عنده سكر. هنشوف هنسمع كلام كتير عن السمنة والحمل. تعال نشوف حوار ممتع أكيد هتستمتعوا بيه، لأنه مهم جدا جدا في مصر طبعا شديد الانتشار مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم النساء والتوليد، اللي بيفرحني جدا وبيسعدني جدا بحواره الكثيف المعلومات الرائع واختياراته كمان للمواضيع، ضيفنا المتميز دائما الأستاذ الدكتور عادل بن حسن. يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحيوية المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحيوية المنوية. تشوهات الرحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل الأوراق النتيجة لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام النفسية يمكن استصلاحها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، طبعاً استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظير والجراحات الميكروسكوبية الألمانية، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، الاسم الكبير. أهلا بك دكتور عادل. أهلا بحضرتك دكتور عادل. الحقيقة اختيارك للسمنة وتأثيرها على الحمل والإنجاب اختيار موفق جدا، لأنه الموضوع خطير. لكن خلينا نبدأ بمعنيين الأول قبل ما أدخل للنساء. السمنة أنواعها، سمنة يعني إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الموضوع دقيق شوية، خاصة ان في الدولة الوقت بتعمل حملات كبيرة جدا لمحاربة السمنة، لانها بتكلف الدولة كتير جدا وبتكلف العالم بلايين من الدولارات. وانا احيي الدولة على كده طبعا، يعني احنا مشكور. لو احنا اهتمينا بالسمنة طوال السنة القادمة بس يعني هنوفر كتير جدا، احنا جدا جدا هننجز حاجات كتير كتير جدا حقيقة. فده مجهود مشكور جدا من الدولة، يعني من ضمن من احد البرامج الصحية القوية جدا الدولة بتعملها. السمنة يعني زيادة معدل كتلة الدهون في الجسم. والسمنة دي أنواع، في أربع أنواع للسمنة. في النوع الأول اللي هو الجلوبال أوبيزتي. الجلوبال أوبيزتي يعني الدهون متكونة في كل أنحاء الجسم بنسبة معينة بحاجات متساوية، فوق زي تحت في كل أجزاء الجسم، اسمها جلوبال أوبيزتي. في حاجة اسمها ترانكال أوبيزتي. أوبيزتي دي يعني الدهون متركزة في الجزء الأعلى من الجسم والبطن، ودي بسمها ترانكال أوبيستي، يعني شكل عام زي شكل الأبل، أبل شيب أو شكل التفاحة، فوق عريض وتحت قليل، اسمها ترانكال أوبيستي. في حاجة اسمها فيسرال أوبيستي، يعني السمنة متركزة في الأحشاء والأعضاء الداخلية، دي اسمها فيسرال أوبيستي. في حاجة اسمها جلوتيو فيمورال اوبيستي، يعني السمن او الدهون متركزه في الارداف وفي الرجلين، دي ده رابع نوع. وكل ما درجه الاوبيستي بتبقى متقدمه، كل ما كان تاثيرها اعلى على الوظيفه للتبويض، يعني او للبحث عن الحمل او بحث عن القدره الانجابيه. في حاجه اسمها برضو لازم نفرق ما بين الاندر ويت والاوفر ويت. يعني الاندر ويت يعني البودي ماس اندكس بتاعه اقل من 18.5، الاوفر ويت اللي هو البودي ماس اندكس بتاعه فوق ال 30 او فوق ال 29. وطبعا برضو لها تقسيمات، الستيج 1 والستيج 2 والستيج 3، من 30 ل 35 ده ستيج 1، من 35 ل 40 ستيج 2، من اباف 40 ستيج 3 اللي هي سوبر اوبيستي. ده يعني زي بريف كده او زي معلومات بسيطه عن انواع السمنه. السمنه طبعا لها
مخاطر جامدة جدا، بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على الست وتأثيرها على الزوج، يعني الزوجة والزوج. لها تأثيرات على الزوج أولا عشان نخلص منه بسرعة، بتأثر على حاجتين مهمين جدا، بتأثر على القدرة الجنسية، بتأثر على الرغبة الجنسية، بتأثر على يعني على قوة الانتصاب العضو الذكري. ده بالنسبة للرجالة. كمان بتأثر على عوامل الحيوانات المنوية نفسها من حيث العدد والحركة، بتقلل العدد وبتقلل الحركة، يبقى لها. وكمان بتأثر على الدي ان اي انتجريتي او معدل سلامة او معدل تكسير الدي ان اي بتاع الحيوان المنوي. فده بالنسبة للرجالة، ودي حاجة قوية جدا ومهمة جدا وفيها ابحاث كتير خالص. بالنسبة للسيدات بتأثر في قدرة إنجابية في حاجة من ناحية، وأثناء الحمل ده شق تاني، وبعد الولادة شق تالت. بالنسبة للتأخر الإنجاب بتأثر على البويضات، بتأثر على بطانة الرحم، بتأثر على البويضات إنها بتغير في التركيبة الهرمونية للسائل اللي جوه البويضة، فيقلل الإستروجين بروجستيرون، فيدي بويضات كواليتي بتاعتها مش كويسة أو رديئة، وبالتالي بيبقى قدرتها على الانقسام وقدرتها على التخصيب مش عالية، قليلة، وبالتالي يبقى نسبة الحمل مش كبيرة. ده بالنسبة للبويضات. بالنسبة لبطانة الرحم بتأثر على مستقبلات معينة في بطانة الرحم، بتؤدي إلى التصاق الأجنة أو الفيرتلايزد أوفم اللي نحطها جوه تجويف الرحم في الحقن المجهري، أو حتى لو مش في حقن مجهري في الحمل الطبيعي، البويضة المخصبة لا تلتصق في بطانة الرحم نتيجة لوجود السمنة، عشان فيه هرمون اسمه ليبتين. الليبتين ده بيبقى موجود في الناس اللي هم الأوبيز أو الأوفر ويت. الليبتين ده بيعمل حاجة، بيأثر على ال اتش سيرج، فيه هرمون مسؤول عن التبويض اسمه ال اتش. لما بيوصل لسيرج معين أو عند بيك معين بيحصل التبويض، هو بيقلل هذا السيرج، وبالتالي ما بيحصلش تبويض، وبيقلل جدا فرص التبويض، فما يحصلش حمل. ولو جينا عملنا حقن مجهري، فهذا الليبتين بيأثر برضو على بطانة الرحم وتجويف الرحم، يخلي بطانة الرحم ما تستقبلش أجنة بشكل كويس، فيزيد معدل الفيليا أو الفشل في الحقن المجهري، وإذا حصل حمل بيزيد معدل الإجهاض أو المسكارج. طيب كل ده ما حصلش وحصل حمل، هتبقى الست عرضة لإيه؟ هتبقى عرضة لري إكلامسي اللي هو تسمم الحمل، هتبقى عرضة للدايبيتس النوع الثاني اللي هو السكر الحمل، وبالتالي البيبي يطلع عنده سكر جيستيشنال دايبيتس، ويطلع البيبي كمان عنده عرضة نحصل تشوهات بالذات في العمود الفقري، في اللي هي سكر أجينيسيس. ده أثناء الحمل، وطبعا في بولي هيدرامنيوس، في مياه كتير جدا حوالين الجنين، والبيبي بيبقى ماكروسوميك كبير جدا حجما، فهيزيد معدل الولادة القيصرية لأنه هيبقى أكبر من حجم الطبيعي، يعدي من الحوض، وبالتالي مش هينزل في الولادة طبيعي، فهتزيد معدل القيصرية. ولما بتزيد معدل القيصرية لواحدة دايبيتك أو عندها سكر، هيزيد معدل الإنفكشن، هتعمل عملية فهيزيد معدل الإنفكشن برغم من كل الاحتياطات. بس فدول بيحتاجوا طبعا رعاية خاصة، وبيحتاجوا طبعا متابعة مخصوص، بيحتاجوا يعني إجراءات كتير جدا، بداية من متابعات دقيقة كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع مع سونار وبعض الأبعاد في أوقات معينة عشان نتفادي كل هذه المضاعفات يعني. فتأثير السكر كبير جدا. في حاجة مهمة كمان قوي في الحقن المجهري، الناس اللي عندهم سمنة بيحصل انهم بياخدوا ادويه زياده عن الناس العاديين عشان معدل كتله الجسم عندهم عاليه جدا، فبياخدوا اثار جانبيه، فبياخدوا ادويه كتير جدا، فيبقى الكوست بتاع الدواء عالي، والاثار كمان تاثيره على البويضات ما بقاش كتير، فطلعوا عدد البويضات قليل، لانه مهما خد دواء كتير الجسم كبير قوي، فاستجابه المبيض نطلع بتبقى قليل، فطلع عدد البويضات قليل، نسبه الحمل بتبقى اقل من الناس الوزن المثالي، نسبه ان حمل يكمل كويس برضه بتبقى اقل من الانسان الطبيعي، نسبه الاجهاض بتبقى عاليه. فكل ده مهم جدا، مرتبط ارتباط وثيق بالسمنه، ومرتبط ارتباط وثيق بالاديبوس تيشو اللي هو مسؤول عن حدوث السمنه اساسا. كل ما زاد الاديبوس تيشو او معدل كتله الدهون في الجسم،
كل ما زاد الليبت هرمون الليبتين كل ما زاد الاندروجين بيطلع. ويجي هنا العلاقه الوثيقه اللي اكتشفها ليفنسال سنه 1934 اللي هي المتلازمه بتاعت التكيس المبايض مع زياده الشعر الكثيف مع تاخر الحمل. ونخش في الدليل بتاع التكيس المبايض اللي هي بتبقى مرتبطه ارتباط وثيق بالسمنه. الاخطر حاجه الست بتخاف منها في فتره الحمل بتهيألي يعني الابورشن الاجهاض. الاجهاض المسكارج المسكارج. الاجهاض له علاقات وثيقه جدا مع التدخين يعني مثلا طبعا. التدخين والاجهاض لا علاقه وثيقه جدا. الاجهاض له علاقه مع الخبطات يعني في الثقافه في التروما. لكن في علاقه بين الاجهاض والسمنه؟ ده في علاقه وثيقه جدا بين الاجهاض والسمنه نتيجه لانه الكواليتي بتاع الجنين نفسه ما تبقاش حلوه زي ما احنا شرحنا ان البويضه بيبقى الكواليتي بتاعتها قليله نظرا للتغيرات الهرمونيه اللي بتحدثها السمنه في البويضه نفسها وفي المحتوى بتاعها وفي المحتوى الهرموني بتاعها الاستروجين والبروجستيرون. فجوده البويضه او نوعيه البويضه بتبقى قليله. حتى لو حصل منها حمل بيبقى الحمل ده في الغالب في او في احيان كتير بيحصل ابورشن في اول 3 شهور ايرلي فيرست مستر ابورشن بيحصل في الاول. ولو كمل بقى عرضه برضه ان يحصل ابورشن في النص في نص الحمل بيسموها بقى مسكارج. ما حصلوش مش بيسموه ابورشن بيسموه مسكارج. كويس. فده مرتبط ارتباط وثيق بحاجتين: بجوده البويضه، بجوده الحيوان المنوي، بجوده الجنين في الاخر، وبطنة الرحم قويه ولا مش قويه نتيجه للسمنه اللي موجوده. السمنه بتاثر تاثير مباشر على بطنة الرحم نتيجه لهرمون الليبتين. ده هرمون ده يعني بيلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. هقف عند النقطة بقى. يعني الطفل حضرتك قلت غياب عظمة أسفل العمود الفقري مع السكر اللي مع السمنة. تمام. في حاجة تانية في العيوب الخلقية للأطفال؟ في كتير، في عيوب خلقية كتير زي مثلا ممكن يحصل له كاردياك أنوماليز. يعني عيوب في القلب، عيوب في القلب زي الفي اس دي اللي هو الثقب، الثقب اللي في القلب. بيحصل هيرنيشن او فتق في العمود الفقري غير ان السكر اجين العظمه مش موجوده. ساعات يحصل منينجوسيل اللي هو فتق في اسفل العمود الفقري. والحاجات دي بقى الحاجات دي بقى لها علاج جراحي وبيتم تدخل وبيتقفل عن طريق جراحين المخ والاعصاب. بس دي اشهر حاجه موجوده في اللي هي المينينجو مايلوسيل اللي هي الفتق او هيرنيشن في السائل اللي هو جوه العمود الفقري. ده اشهر حاجه مع السكر. الحقن المجهري والناس اللي عندهم سمنه وخصوصا كمان لما بعد ما يعملوا ساعات اللي عندهم سمنه يعملوا جراحات سمنه. تمام. زي تحويل المسار او تكميم المعده. تمام. هنبدا نروح نفكر في الحقن المجهري امتى بعد جراحه سمنه؟ الحقن المجهري او الحمل بصفه عامه يجب الا يحدث قبل سنه الى سنتين من جراحات السمنه. جراحات السمنه بقت اكتر عدد من الجراحات بتتم في العالم دلوقتي هي جراحات سمنه. رقم واحد التكميم، يجي بعد كده بقى البايباس او الجاستك رينج او الكلام ده كله هي تحويل المسار. الرينج خلاص اختفت على فكره. الرينج اختفت. فعمليات التكميم وعمليات البايباس هي تحويل المسار يجب الا يحدث حمل قبل سنه الى سنتين بعد اجراء مثل هذه الجراحات. ولازم طبعا بيمشوا على فيتامينز فور لايف. بالذات في البايباس هي تحويل المسار. يبقى عندهم نقص شديد في الحديد والكالسيوم وفيتامين بي 12 ومعادن كتير، فلازم بياخدوها اكسترنال لمده معينه. طبعا فور لايف ياخدوها على طول بس بجرعه مكثفه في اول سنه او سنتين. ولا ينصح ابدا ان بحدوث الحمل او اجراء حمل حقن مجهري او اي اجراء من شانه ان هو يحصل بيه حمل قبل ما يعدي سنه او سنتين من اجراء جراحات السمنه. هنا زي ما احنا شايفين في الصوره دي عمليه التكميم كل الناس بقى عارفينها. يعني ده مش تكميم، دي تحويل المسار. دي بايباس، دي اسمها ميني بايباس. دي الميني بايباس. التكميم يعني بيشيل ثلاث ارباع المعده تقريبا يحولها الى تيوب. هم عارفين، بيتابعوا معانا. بيتابعوا معانا جراحات السمنه. فالحقيقه قبل جراحات السمنه وقبل التكميم والكلام ده في حاجه اسمها لايف، هي دي بقى التكميم. لايف ستايل موديفيكيشن. لازم قبل ما افكر في الحمل، قبل ما افكر في الخلفه والانجاب، لازم اخس، لازم اعمل انا مجهود عشان اخس. لازم اغير طريقه اكلي. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. فالعقل في كل شيء كويس حتى في الاكل.
فاحنا لازم نغير من طريقه اكلنا، لازم نلعب رياضه كل يوم، لازم نتمشى 150 ل 180 دقيقه في الاسبوع، لازم نقلل الكالوريز من 500 ل 1000 كالوري كل يوم. دي اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، ده لازم، ده اساسي. معاه ميديكال تريتمنت اللي هي في ادويه معينه، عشان مش هنقول اسامي عشان الاعلانات والكلام ده. الادويه دي بتقلل كتير جدا جنب اللايف ستايل، جنب تغيير منهج الحياه. في حاجات بتشتغل على مركز الشبع في المخ، ودي مهمه جدا وبتجيب نتائج كويسه جدا. وفي حاجات بتشتغل سنترال، وفي حاجات بتمنع امتصاص الدهون من الجسم. كل دي ادويه كتير جدا كلها اثبتت نجاحات كويسه، بيتم استخدامها وتجيب نتائج كويسه جدا. في حقن بتتاخد كل اسبوع بتخسس كويس جدا قبل ما حد يفكر يعمل حقن مجهري، يعمل شويه مجهود ويلتزم بالعلاج، هيمشي بدون لجوء للجراحه يعني. بس ستيل الجراحه دلوقتي بتخلص الموضوع وبتنهي مشاكل كتير جدا جدا، بالذات السكر، السكر والضغط والحاجات دي. طب عايز بقى اتكلم عن الموضوع مهم مع السمنه، هو تكيس المبايض، لان ده اكتر متلازمة اعتقد بتواجهوها. يعني ايه الحقائق حول تكيس المبايض؟ ما هو تكيس المبايض اصلا؟ تكيس المبايض هو خلل هرموني، يعني هو اساسا خلل هرموني، هايبر اندروجينيزم. ال LH او هرمون التستوستيرون، في تستوستيرون والتوتال تستوستيرون وال LH بيبقوا عاليين عن الطبيعي. هذا الخلل الهرموني بيبقى ينتج عنه عدم انتظام في الدورة الشهرية، تأخر في الإنجاب، ظهور شعر كثيف في أماكن حساسة عند السيدات. ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا جدا. تكيس المبايض بيجي مع السمنة، ده في ارتباط وثيق بين السمنة وتكيس المبايض اللي اكتشفها ليفنسال سنة 1934. فتكيس المبايض احنا عملنا فيها حلقات كتير قبل كده، ده منظر الكلاسيكال بتاع تكيس المبايض. كل مبيض بيبقى حجمه كبير جدا، بيوصل ل 10 12 سنتي، ويبقى مليان فوليكلز، حوالي 20 فوليكل محوطين المبيض كله، حجم كل فوليكل لوحدها من 9 ل 12 مللي. والتبويض بقى ضعيف، مش في تبويض، البويض ما بتعرفش تخرج. فدي الميزه الاساسيه او دي السمه المميزه لتكيس المبايض، كرونيك انوفيوليشن، يعني ما فيش تبويض بيحصل او التبويض بيبقى ضعيف جدا فبيأخر الحمل. وبنلجا كتير جدا لعمل حقن مجهري بعد لو فشلنا في اجراء تنشيطات بطريقه معينه ستيب وايز، يعني خطوه خطوه خطوه، لحد ما نوصل من 3 شهور الى 9 شهور ما حصلش حمل بالرغم من النشاطات اللي احنا عملناها، بننقل بعد كده بقى للتلقيح الصناعي او الحقن المجهري، وفي الغالب بتتحل المشكله. كنا زمان بيعملوا حاجه اسمها تثقيب بالليزر، لو حضرتك تفتكر معانا رول اوف فور، حلت المشكله، بس برضه حتى بدانا نبطلها خلاص، ما عادش ليها لازمه. الحقن المجهري حل المشكله. هنقف قدام التكيس المبايض في حاجه، يعني الادويه اللي بتتاخد عشان تعمل تنشيط للمبيض، يعني ناس كتير فيها زي ما يقولوا لخبطه ثقافيه عند الناس. في ناس يقول لك لا الادويه دي خطيره، وانا شفت بنت عمتي جالها ستس او دخلت عليها مركزه. في ناس تانية عندها اعتقاد ان انا لو ما خدتش هذه الادويه يبقى انا ما بعالجش مثلا تكيس المبايض. بص حضرتك، هو تنشيط المبيضين في حالات تكيس المبايض عايز حرفيه عاليه جدا. في حاجه اسمها ستيب اب بروتوكول، وفي حاجه اسمها ستيب داون بروتوكول. يعني ايه ستيب اب؟ يعني انا ابدا بجرعه كبيره وبعد كده اقلل، ده اللي بيخش في مشكله. وفي ستيب داون، ابدا بجرعه قليله واعلى. ستيب اب هي ابدا بجرعه قليله واعلى، ستيب داون ابدا بجرعه كبيره وانزل. بالظبط كده. الاحسن ان انا ابدا بجرعه قليله واعلى. ليه؟ انا مالك الموضوع في ايدي، لكن لو بدات بجرعه كبيره والموضوع خرج من ايدي مش عارف اوقفه. هضطر بقى في الاخر اعمل تجميد كل الاجنه وانقل في شهر تاني ودوره تانيه، وده طبعا بروتوكول، وده احسن حاجه دلوقتي في تكيس المبايض. فلازم استخدم ادويه بمواصفات معينه بجرعات صغيره جدا تكون متناسبه مع عمر السيده الاول ومع تحليل الاي ام اتش بتاعها. ما ينفعش النهارده يكون حاله عندها تكيس مبايض مش عاملها تحليل اي ام اتش، مش مستحيل. اي ام اتش اللي هو الانتي ميلرين هرمون، ده هو بيحدد مخزون المبيض. حاجتين مهمين جدا في تحديد مخزون المبيض، الاي ام اتش والانترا الفوليكل كاونت اللي هو عدد البويضات في كل المبيض. فاحنا هنا مهم قوي قوي احنا عارفين احنا داخلين على ايه. حاله تكيس موبايل لازم نقول للناس دي حاله تكيس موبايل، هنبدا مع البروتوكول الفلاني بالادويه اللي هي صفاتها كذا بعدد ايام معينه، وهنوصل في الاخر يبقى عندنا مثلا 14 بويضه، 18 بويضه، 20 بويضه. اكتر من 18 بويضه يا جماعه لو طلعوا بالرغم من كل الاحتياط اللي احنا عملناه هنجمد كل الاجنه،
ونرجع بعد شهر بعد اتنين يكون الرحم هدي ويكون المبايض هديت وبقى نسبة الحمل أعلى. فهي دي التركة اللي في كيس المبايض. انت نورتني وشرفتني طبعا ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين واستشاري الحقن المنكري وأطفال الأنابيب وزميل جامعة كيل بالمناظير والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. كان ضيفي في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق السمنة وعلاقتها بتأخر الإنجاب. يبدو أنها علاقة وثيقة للغاية. خليكوا دايما مع الدكتور. سوس هنا 3 2 1 احنا لسه من ناحيه النظر فانا عندي نظر ضعيف فانا عايز اعرف هل لو انا ما لحقتش ان انا اعالج نظري هل يبقى في ضرر جامد عليا ولا لا؟ اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم مهم هو عالم تصحيح الابصار عالم العيون. عالم العيون بطبيعته عالم هو الأكثر دقة ومتعلق بجزء في الجسم يوصف بأنه الجوهرتان. فيش حاجة بتتوصف بكلمة جواهر في الجسم غير العيون، جوهرتان. جراحات تعتمد على دقة عالية جدا وأساليب تكنولوجية عالية المستوى. أكتر برانش استفاد من التكنولوجيا بلا منازع في الطب البشري كله هو العيون. العيون تصحيح الإبصار شيء مهم جدا. احنا لما شفنا في الفيلم لحظة كسر النظار بالنسبة اللي عندهم ضعف إبصار، عندهم قصر أو طول نظر أو 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 الاستجماتيزم أيا كان مشكلة الإبصار بتاعتهم، لحظة دراماتيكية حزينة يتوقف فيها. عارف لما أنت تبقى نور شغال كده حواليك وبتاع وفجأة النور يتقطع، هو ده الإحساس. ضلمة فجأة حصلت، اي حاجه هتعملها في اليوم وقفت، نظارك كسرت. المعين البصري حتى تعبير المعينات البصريه ده تعبير بدا يبقى موجود في الكتب وفي التعبيرات بتاعه الناس. المعين ليك البصري توقف، ومن هنا جاء قيمه عمليه تصحيح الابصار، انها بتخليك مش عندك اعتماد على معين بصري. لكن في اسئله كثيره تحيط هذا العالم. تصحيح الإبصار ما بين الليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، طيب زراعة الناس اللي عندها ماينس عالي هيناسبها إيه في تصحيح الإبصار؟ زراعة العدسات، طب إيه زراعة العدسات والجديد فيها؟ الليزك الجديد فيه الأحدث في التعامل مع المرضى، الأخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض الأماكن في التعامل مع الليزك، الباك جراوند، الاسرار الخلفيه لهذا العالم. ليه بنسمع احيانا عن كلمه ليزك بعروض واسعار غريبه؟ يعني ايه السر؟ هل ده في انتقاص من المستلزمات من قيمه المهمه جدا اللي بيشتغل بيها الدكاتره والمراكز؟ قيمه المستلزم، قيمه ان انا حافظ على عينك صحيح هكلفك ازيد بس ده لصالحك انت. الكلام ده هنفهمه النهاردة بالتفصيل في واحدة من الحلقات المهمة جدا اللي هتتكلم عن العلم، هتتكلم على أكيد الأحدث، هتتكلم على السوق الموجودة في هذا العالم، الخلفيات، وأيضا في سؤال في الآخر، هل الليزك يعالج الحول؟ الإجابة لا، بس هنفهمها بالتفصيل. الليزك ليس أحد علاجات الحول، ومن يروج لكده بيروج لفكرة غير موجودة في الكتب العلمية، غير علمية على الإطلاق. لكن ليه غير موجودة؟ ده هيكون في آخر حوارنا، هيكون حتة كده في الآخر. النهاردة حوار مهم جدا مع واحد من نجوم هذا العالم، واحد من الأسماء البارزة وما شاء الله أداء علمي ولا أرقى وأسلوب في الشرح والتفصيل ولا أروع. هتستمعوا بيه أو هتستمتعوا بيه النهاردة مع ضيف العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم لامع في هذا المجال، واحد من سوبر ستارز عالم تصحيح الإبصار، الأستاذ الدكتور محمد برافو استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك والمؤسس لها، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار، الاسم المتميز للغاية. أهلا بك دكتور براب. أهلا وسهلا، منورني جدا. أهلاً جدا. عايز أبدأ حوارنا من حتة الناس تفهمها كلمة تصحيح الإبصار يعني. طيب
خليني أسميها كده زي ما بقول للناس، دايما بنقول تصحيح الإبصار ما بين الحقيقة والخيال. إحنا بنفكر في إيه ومتخيلين إيه، وأرض الواقع والحقيقة هي إيه. والحقيقة عشان الكلام يبقى مثمر، خلينا نحط نفسنا في مكان المريض نفسه، ومش هنروح بعيد. أنا شخصياً واحد من الناس اللي عملت عمليات تصحيح الإبصار، وده بيحل أول إشكالية للمريض، ليه دكاترة العيون ما بتعملش تصحيح إبصار؟ ده مش تعبير صحيح، لا ده تعبير غير صحيح، لأن غير كتير صحيح. من دكاترة العيون بيعملوا تصحيح إبصار كتير جداً بس الفكرة دايماً المريض لما يدخل، يعني أنا دايماً لما العيان يجي يكلمني في القصة دي أقول له بص، تصحيح الإبصار والنظارة عاملين بالظبط زي فرق بين اتنين، واحد لابس كلاسيك والتاني لابس كاجوال، مين صح ومين غلط؟ كلاهم صح وكلاهم سعيد. بيجي لي عيان يقول لي انا سعيد بنضارتي، شكلي عاجبني بنضارتي. طيب وفي نظارات شكلها شيك فعلا، وفي نظارات شكلها شيك جدا، الماينس واحد والماينس اتنين والماينس في واحد تاني نظارته مسببه له عائق، ودي من طبيعه يمكن حياه انا شخصيا عشتها قبل كده وليها مواقف وطرائف كتير قوي. حرفيا الواحد فينا لما بيقلع النظارة بينعزل عن الحياة الخارجية، بل بالعكس بنسمع نكتة كده يقول أنا مش سامع عشان قالع النظارة. هل حضرتك تعلم إن دي وراها حقيقة علمية اللي هي إيه؟ 60% من قدرتي على السمع هي قراءتي لحركة شفايف اللي قدامي، وده كلام مثبت علميا. فالنهاردة لما بمجرد ما بقلع النظارة بتاعتي أنا فقدت مبدئيا 60% من قدرتي على السمع، يتبقى 40% صوتية. طيب مواقف كتير بنمر بيها، رايح أخد شاور، رايح أحلق شعري، نازل البحر مع أصحابي، حضرتك وانس إنك قلعت النظارة اختفت كل المعالم فعليا اللي حواليك، وده شيء مؤرق جدا. يجي للفئة التانية أو الوظائف الشغل بتاعنا، لو هنقيس علينا احنا كأطباء، مهندس كمبيوتر، كهربائي، ميكانيكي، واتافر هو شغال ايه النهاردة، لو حضرتك حصل لك ظرف النظارة وقعت، اتكسرت، ضاعت، قاعد في حتة حر خرجت التكييف، او العكس النظارة شبرت، الدنيا مطرت، كل دي عوائق كبيرة جدا بالنسبة لي. احساس ان الواحد يبقى مقيد بشيء، ان حضرتك تصحى من النوم تفتح عينك انا شايف سقف الأوضة، انزل من عربيتي اقوم اتوضى اصلي انزل اروح اجي مش لابس حاجة على وشي، ده احساس بحرية كبيرة جدا. طيب مين المريض اللي يعمل تصحيح الإبصار؟ المريض اللي هو ابتداء جاي عايز يتخلص من النظارة. من باب الأمانة العلمية أنا مش دوري نهائي كطبيب أن أنا أقنع حضرتك أو أبيع لك فكرة أنك تقلع النظارة. ليه؟ لأن هو مش بيزنس في الآخر، إحنا بنتكلم في حقائق علمية مثبتة. أنا النهاردة جالي مريض قال لي دكتور برافو أنا عايز أقلع النظارة، أقول له أهلا وسهلا، الخطوة الأولى اعمل لي الفحوصات دي نتأكد من سلامة العين وقابلية العين ان دي يقدر يتعمل لها تصحيح إبصار، وانهي نوع تصحيح إبصار، لان دي فيها إشكالية كبيرة جدا لأغلب الناس. الناس لما بتتصل بينا على الكول سنتر او يتصلوا، اول سؤال بنسمعه للأسف حضرتك تصحيح الإبصار عندكم بكام، ودي كارثة كبيرة جدا. الكارثة التانية يجي المريض للأسف من سماعه الخاطئ من السيرش على جوجل على يوتيوب، من سماعه من أصحابه قرايبه جيرانه، يدخل يقولي أنا عايز أعمل كذا، الفامتو ليزك، الفامتو سمايل، الاتش دي، البي آر كي، أيا كان اللي بيختاره. عادة أنا بضحك لما بسمع السؤال ده، ببتسم بقوله هستأذن حضرتك نعمل الفحوصات دي الأول وبناء عليها هنقرر مع بعض إيه الأنسب لحالتك، مش الفكرة حضرتك سمعت إيه. تكنولوجيا تصحيح الإبصار النهاردة تكنولوجيا حديثة جدا، بتنقسم إلى 8 أو 9 أنواع، وكل الثمانية أو 9 تكنولوجيا حديثة خلاف المتدارج والمتعارف عليه في وسط الناس. تمام، مش الفكرة النهاردة أن أنا أعمل لحضرتك عملية مكلفة جدا، لأن للأسف الناس اتعودت أن هي تقيم قيمة أو جودة العملية بسعرها، which is غلط فادح. حضرتك احتياجاتك عملية قد كذا، دي احتياجاتك، هكلفك زيادة ليه؟ أو حضرتك احتياجاتك عملية مكلفة، ده احتياج عينك. حضرتك وأخوك التوأم ممكن أعمل لكم عمليتين مختلفتين، هي كل الطرق تؤدي إلى روما في الآخر. أنا مصلحتي اللي أنا عايز أوصلها إيه؟ إن حضرتك تبقى شايف 6 على 6،
مش كده وبس، دي ليها وقفة. تكنولوجيا تصحيح الإبصار القديمة كانت بتتكلم إنك توصل لستة على ستة. النهاردة إحنا مش بنتكلم في دي بقى شيء مفروغ منه بإذن الله. النهاردة أنا بتكلم جودة الرؤية عند حضرتك إيه؟ مش نسمع كتير جدا عن مريض، ودي شكوى شائعة جدا في مصر وبره مصر للأسف. دكتور محمد أنا نظري ستة على ستة، بس أنا ما بشوفش المطبات، الرؤية بالليل عندي وحشة جدا، بشوف هالات ضوئية حوالين إشارات المرور، العربية اللي جاية في وشي أنا مش شايفها ولا شايف نمرها ولا شايف أي حاجة خالص. اكتشفنا إن في حاجة اسمها شوائب بصرية، أو اللي بنسميها High Order Aberrations. العيان ستة ستة، مقاسات الكمبيوتر عنده ممتازة، العيان جودة الرؤية سيئة. تيجي تبص على العيان ده، لو حضرتك ما عندكش المعلومات دي وما عندكش الأجهزة التكنولوجيا الحديثة اللي هتشخص نسبة الشوائب البصرية تحديداً لكل إنسان، وعايز أقول لحضرتك ده احنا وصلنا لتكنولوجي إن البصمة العين أو الشوائب البصرية بقت حاجة زي بصمة الإيد، ما فيش اتنين يتفقوا عليها. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك أنا هعمل لك High Definition Laser أو Femto Laser مثلاً، عدد بلصات الليزر وتوزيع بلصات الليزر على عين دكتور أيمن اليمين غير الشمال، ما بالك اخوه التوأم completely different، مختلفين تماما. بس النهاردة احنا بنتكلم في جودة الرؤية، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ستة ستة دي مفروغ منها، ستة ستة كنا بنتكلم فيها في التسعينات. النهاردة انا بتكلم جودة الرؤية عند حضرتك ايه. النهاردة بنسمع دايما انا سني وصل للأربعين، انا عارف ان ما ينفعنيش تصحيح نظر. ليه؟ النهاردة في تكنولوجي خدت FDA approval أو تصريح من وزارة الصحة والأغذية العالمية أو الأمريكية لتصحيح الإبصار لبعد سن الأربعين عشان كلمة واحدة، أتخلص من نظارة القراءة. طب أنا بلبس نظارة للمشي، هتخلص من المشي والقراءة. فإحنا بنتكلم النهاردة في ليفل تاني خالص من التكنولوجي. المحور الرئيسي بتاعي إن حضرتك تتفحص وتتشخص بشكل صحيح. ثلاث أسئلة مهمين قوي، وسائل تصحيح الإبصار إيه؟ السن المناسب لتصحيح الإبصار إيه؟ وهل الهدف بس من تصحيح الإبصار، أنت جاوبت الجزء ده، هو التخلص من العدسة اللاصقة والنظارة ولا في أسباب أخرى؟ خليني أبدأ بالسؤال ده الأول. التخلص من النظارة هو التخلص من عائق كبير جدا في حياتنا، وأنا يمكن بحكيه عن تجربة شخصية. إحساس الحرية، إحساس إن أنا مش مقيد، إحساس إن أنا وأنا طالع صيف مش متكتف ويا جماعة إحنا لو نزلنا دايفنج أنا مش هشوف اللي أنتوا هتشوفوه، إحساس إن أنا النظارة ما عنديش إشكالية تجديد النظارة، النظارة اتكسرت ضاعت مني، دي قيود عنيفة جدا. طيب لو حد عايش بالقيود دي وسعيد بيها، واحد بيلبس كاجوال أقنعه إنه يلبس كلاسيك؟ لا خالص، وده علميا مش صحيح. أنا بعمل تصحيح النظر للي جاي عايز يخلص من النظر، وده يخالف للأسف الشديد الهوجة الكبيرة قوي اللي احنا شايفينها على سبل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الأوفرز بتاعت الليزك والعروض، نهينا عن الأسعار الكوميدية اللي بقينا بنسمعها اللي هي تخالف حرفيا المنطق. حضرتك كطبيب النهاردة فاهم ان انا عشان اقدم لك تكنولوجيا حديثة في كونسيومبلز، في مستهلكات، فحضرتك ما تقنعنيش باي شكل من الاشكال ان الاسعار اللي بنستخدمها منطقية. وردا على دي طبعا بنيجي على جودة المستهلكات الطبية وطبعا على التكنولوجيا المستخدمة، وللأسف مين الضحية هنا؟ المريض. المريض. هل المريض للأسف عنده اي حاجة يتعلق بيها او يكشف حقيقة المسألة دي غير اعتماده على الله سبحانه وتعالى وذمة وضمير الطبيب؟ لا للأسف لا. طيب لو احنا بعدنا عن الشق التجاري او البيزنس، حضرتك هتلاقي ان العمليات دي لا عمليات مكلفة، مكلفة مش ارقام فلكية، مكلفة في رينجز العمليات الطبيعية، تمام؟ وده مفهوم للناس كلها، وده مفهوم للناس. فاحنا لما بنشوف الهوجة دي للأسف انا بيصعب عليا المريض، وللأسف بنيجي نشوف الكوارث والكمبليكيشنز بتاعت دي بعد كده. المريض يجي لي مرة واثنين وثلاثة، وللأسف ناس بنقدر نعالجها وناس ما بنقدرش نعالجها. عشان كده دايما أول خطوة اختار صح، لازم تبقى حضرتك فاهم انت بتعمل ايه، تاخد وقتك مع الدكتور، تتكلم، تفهم، تستوعب ليه الدكتور اختار النوع ده، مين الدكتور اللي بيعالجني، كفاءته ايه، شهاداته ايه، خبراته ايه. أنا ممكن معايا شهادات قد كده بس خبرتي على أرض الواقع قليلة جدا.
الخبره ليها ثمن ليها ثمن جدا. وكلمه مستهلكات او مستلزمات لجراحات العيون دي كلمه واضحه للجميع ومعروفه وفي اجهزه رقابيه بتتابعها، بس طبعا برضه ضمير الدكتور له دور مهم جدا، هو الاصل بالنسبه لي. وبالنسبه لي كمان اللي قدام ضمير الدكتور ثقافه المريض اللي فاهم السن المناسب للعمليه دي وانواع العمليات دي. حضرتك عارف ان انا من الناس اللي بستمتع جدا جدا مع المريض اللي بيقعد وبيتكلم، مش هقول لك بيجادل، يعني اللي بيجادل عاده بيجادل عن جهل شويه، لكن اللي بيتناقش نقاش علمي حتى لو خد من وقتي ساعه جوه المستشفى بستمتع بالنقاش معاه. المريض اللي يدخل على طول يقول لي حضرتك احنا هنعمل ايه، ابص على الفحص اقول له هنعمل كذا يسكت، ما بتبسطش قوي معاه. انا يعنيني المريض فاهم 80% من علاج المريض اذا استوعب هو بيعمل ايه وليه وايه النتائج اللي هو متوقعها. والشيء بالشيء يذكر، من ضمن الاجهزه اللطيفه جدا اللي بنستخدمها دلوقتي جهاز بيتحط قدام عين العيان بيسند راسه عليه كده وبندخل له المقاسات كامله، الكمبيوتر بيغذي الجهاز بالمقاسات وبوري له الرؤيه بعد العمليه شكلها هيبقى ايه قبل ما يعمل العمليه. وده من التكنولوجيز اللطيفه جدا، يعني بيقول لي انا هشوف ازاي بعد العمليه، اقول له طب حط راسك هنا على الجهاز كده شايف الرؤيه ولف حواليك وبص فوق وتحت ويمين وشمال، ايه رايك كده؟ يقول لي اه ده الرؤيه كده ممتازه، اقول له هي ده مستوى الرؤيه اللي هيبقى عندنا. طيب السؤال الثاني، السن الرسمي لاجراء تصحيح الابصار، ودي فيها اشكاليه كبيره جدا. فوجئنا في الاونه الاخيره الكام سنه الاخيره انتشر جدا عمليات تصحيح الابصار للاطفال، ودي جريمة، وأنا مسؤول عن اللي بقوله قانونا، دي جريمة. تصحيح الإبصار رسمي بيبدأ بعد سن 18 سنة مش 21 زي ما كنا فاهمين زمان، 18 سنة. طيب نفهم ليه 18 سنة؟ 18 سنة بيكون اكتمل النمو النسيج في هذه العين. لو طفل صغير بيطول كل يوم على سبيل المثال، لو انا عملت له عمليه ما هيحصل تغير تاني طبيعي مع النمو بتاعه. طيب ايه القيمه ان انا اعمل له عمليه وانا عارف ان هي بعد 6 شهور النظر ده هيتغير، واعمل له استكمال ليزر وهيتغير، وكل مره الليزر او اعاده تشكيل القرنيه ما هو ده بيضعف سنه من نسيج القرنيه بتاعتي. طبعا تمام، وانا مش عارف القرنيه دي بعد كده هيحصل فيها ايه. ده احنا ماشيين في سكه واحده اللي هي اسمها لا قدر الله قرنيه مخروطيه، وان شاء الله هنفرد لها حلقه كامله، لان الناس بقت بتتعامل مع هذا المريض المسكين ان هو فقد البصر، في حين ان التكنولوجيا الحديثه لا، انا بقول لحضرتك بيتعالج وبيتعالج زي الفل وبيسترد الرؤيه كمان بتاعته، بس خلينا نفرد لها حلقه لوحدها. طيب النهارده اذا هذا الشاب اكتمل النمو بتاعه ومقاساته مستقرة وفحوصاته حلوة، نختار له نوع الليزر المناسب لحالته مع بعض لحد كده. طيب حالة واحدة فقط مرضية طبيا هي اللي ممكن نعمل لها تصحيح إبصار بالليزر، وحالة نادرة اسمها أنايزومتروبيا. إيه؟ أنايزومتروبيا، عشان الناس تفهمها بالعربي اسمها التباين. يعني إيه التباين؟ برضو إذا فرق النظر بين العينتين عندي أكتر من 4 درجات غصب عني بعمل له تصحيح إبصار للعين الأضعف. طب عشان يقلع النظارة؟ لا، أنا هلبسه النظارة بعديها، أنا بقرب العين الضعيفة للعين الأقل ضعف، يبقوا شبه بعض كسل. عشان ما يحصلش كسل زي ما حضرتك بتقول، والبس نظارة لحد ما أوصل لل 18 سنة، نعيد تقييم حالة العين ونعالج له النظارة نهائي كعلاج تجميلي. ده واضح جدا عشان يبقى الناس، وعلى فكرة ده الكلام اللي مقرراه كل الجمعيات العلمية من ضمنها جمعية عيون الأطفال المصري. خليني أقرب أكتر برضو من الموضوع، هل تصحيح الإبصار لكل درجات النظر؟ يعني احنا دايما نسمع مش عارف لغاية سالب 10، طب ماشي سالب 12 سالب 11 سالب 16 الناس دي تعمل ايه؟ تمام، كلمة تصحيح الإبصار زي ما بقول لحضرتك ده مجال بحر كبير جدا النهاردة، ما عادش مقتصر على الليزك، رغم أنواع الليزرز الكتيرة اللي طلعت، الفامتو ليزك الفامتو سمايل و و و إلى آخره. تمام، تصحيح الإبصار أنا مطالب أن أنا أتعامل مع جميع القياسات. في مريض بيحتاج ليزك بأنواعه عشان نختصر الحتة دي، في مريض بيحتاج زرع عدسات، ودي إن شاء الله هنفرد لها حلقة كاملة بتوضح
الإجابة بتاعتها. في مريض بيحتاج زرع اللي هي الأحادية البؤر العدسة الأولانية، في مريض بيحتاج حاجة اسمها عدسة مالتي فوكل، في مريض بيحتاج نوع عدسة اسمها عدسة تانية أو عدسة ثنائية أو الاي سي ال، عدسة بتركب فوق عدسة العين كأني لابس كونتاكت لانس أو عدسة لاصقة، لكن دي داخلية وثابتة ومستقرة. كل مريض بيتشخص بناء على احتياجه، بعد ما بنعرف احتياج المريض بيتحط له خطة علاج كاملة. لكن في المجمل عشان أرد على سؤال حضرتك، النهاردة ما عادش في ضعف نظر ما بيتصلحش، هو السؤال بيتصلح ازاي، ودي عملية تفصيلية مش خط انتاج زي ما كان بيحصل زمان. كل مريض ليه علاج مفصل على مقاسه هو، على احتياجه هو، وده التكنولوجي الحديثة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. تقييمك للفروقات ما بين الفيمتو ليزك فيمتو سمايل الحاجات دي، الفرق بينهم ايه؟ طيب، وقرار للدكتور، عشان بس المرضى في ناس كتيرة دلوقتي بقت تتعامل مع الليزك على انه سوبر ماركت، انا داخل بنقي حاجة. صحيح صحيح. السؤال اللي حضرتك بتسأله ده سؤال جميل جدا الحقيقة، وده يمكن من اكتر الاسئلة الشائعة اللي بسمعها. خلينا نتفق ان فيه مبادئ اساسية لتصحيح الابصار بالليزر، زي ما اقول لحضرتك اي عربية في الدنيا هتمشي باربع عجلات. اول فكرة لتصحيح الابصار، لو المريض نايم على ظهره، ادي القرنية او الجزء الشفاف الامامي من قرنية العين، بنسلط عليه مباشرة أشعة الليزر، وده اللي بنسميه الليزر السطحي، وده ليه ميزه وليه استخداماته. باختصار شديد جدا، الناس اللي عندها سمك قرنية ضعيف، الناس اللي داخلة الكليات الحربية، الطيران، الحاجات دي اللي مش مطلوب يبقوا عاملين شريحة سطحية في القرنية، الليزر السطحي بالنسبة لهم البي ار كي فيري سيف، هو ده الأفضل ليهم، ده هو ده الستاندرد ليهم. لأن الناس دي بطبيعة عملها بعد كده مش مطلوب إن أنا يبقى عندي قطع في القرنية أو شريحة في القرنية. طيب، الشيء الوحيد اللي بيخوف الناس من هذه المسألة إن أنا دايما بقول للمريض أول 3 أيام حضرتك هيبقى عندك حرقان، دموع، زغللة، ولازم المريض يبقى فاهم الصورة دي في منتهى الأمانة والوضوح. ليه؟ المريض ده النهاردة مجرد ما هينتقل من البيت هيبتدي يحس بالأعراض دي، هيجيله بانيك أتاك وزعر، أنا مش عارف أوصل للدكتور ده دلوقتي، طب هو ما قاليش الكلام ده، طب أنا صح، طب أنا غلط، طب أنا عندي مشكلة في العملية. لا، بقول له يا حبيبي أنت ده طبيعي وهتشعر بيه، أنت إذا ما شعرتش بيه أنت عندك حاجة غلط. ده طبيعي في الليزر السطحي. الليزر السطحي. طيب، واحد شغال مهندس، سواق، دكتور، أيا كان، ومش محتاج القصة دي، يعني عادي جدا، هو أهم حاجة عنده مش عايز يشعر بأي نوع ألم، عايز يطلع سايق عربيته زي ما بنقول كده، ده بيتم عمل شريحة سطحية في القرنية، والحتة دي هنفصلها شوية، وتحت الشريحة دي بنضرب الليزر بتاعنا اللي بيعيد تشكيل سطح العين. لأن الشيء بالشيء يذكر، في حتة لطيفة كده العيانين، مرة عيان سألهاني بيقول لي هو إحنا بنشحن العين ليزر؟ فضحكت قلت له لا، مش بنشحن العين ليزر. وده برضه يرد لنا على سؤال، طب هو الليزر ده ليه صلاحيه؟ لا، حضرتك بتعمله النهارده بالتكنولوجيا الحديثه باذن الله بتعيش عمرك كله نظرك 6/6. التغيرات اللي تطرق علينا مع السن، الضغط، السكر، الميه البيضاء، الحاجات دي هتاثر على النظر، اتعالجت، رجعنا للديفولت بتاعنا 6/6. طيب، السؤال هنا بنرفع الشريحه دي ازاي وبنضرب ليزر ايه تحتها؟ الشريحة دي بتترفع بطريقة من اتنين، يا إما حاجة اسمها المايكروكيراتوم، أو هو عبارة عن مشرط جراحي دقيق جدا بيعدي على سطح العين. الناس بتسمع مشرط جراحي بتبانك. حضرتك أولا محطوط لك قطرة مخدرة، لأن العملية أسهل ما يكون وبتاخد دقيقة والمريض صاحي وسامع، تمام؟ عدى المشرط الجراحي، كل المريض بيسمعه زنة زت بتعدي وترجع في ثانية، زي اللي شايف في الفيديو التوضيحي اللي قدامنا. بتترفع الشريحة دي وبنختار نوع الليزر اللي بيتضرب تحتيها بناء على احتياج العين المريض أو العين، ما بين الألترا ليزك أو اللي هو الليزر التقليدي بس الاسم الدارج الألترا ليزك، وده بنستخدمه عادة للناس اللي عندها قصر أو طول نظر صريح. بدأ العيان ده يدخل عندي في أستجماتيزم أو الانحراف القرنية،
بنبتدي ندخل في المرحلة التانية اللي هو الكاستم ليزر. احنا كده رفعنا الشريحة، بنستخدم الكاستم ليزر او الليزر ببصمة العين. بصمة العين او الاستجماتيزم هو نوع من انواع ضعف النظر العادية، والكلمة دي بتخوف العينين، هو نوع طبيعي جدا، بس فكرته انه بيجي في زاوية معينة، فانا لازم احسب الزاوية، الكمبيوتر بيالاين نفسه وصاد الزاوية عشان يضرب ليزر بالضبط عليها. طب افرض العيان اتحرك، مجرد ما العين بيتحرك، التكنولوجيا الحديثة فيها حاجة اسمها 3D Tracking System، بيتحرك مع حركة العين خاصية التتبع. ده مش كده وبس، الأحدث منها ان النهاردة انا كجراح لو انا ضاغط على قرط العين او ساند جفنه، طب ايدي نزلت لتحت ملي وانا مش واخد بالي، النهاردة بقى بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، حركة عين العيان الدائرية السايكلوتورشن بيتحرك معاها، ايدي نزلت لتحت سن او العيان رجع راسه لورا، خرج الليزر بره الفوكس، بيأوتو فوكس وينزل مع عين المريض. فأيا كان، طب المريض اتحرك خالص وخرج بره الرينج، هيقف حتى لو انا مدي امر ان الجهاز يضرب ليزر. No way. المريض رجع، الكمبيوتر قرى البصمة بتاعته، ألايند نفسه مع ضبطة المريض، هيكمل الليزر. النوع اللي بعديها، لقينا ان المريض ده بيعاني من حاجة اسمها شوائب بصرية، وهي دي محور جودة الرؤية بتاعي اللي احنا قلناها في الاول بنبتدي ندخل في حاجة اسمها زيوبتكس هاي ديفينيشن، ودي الشركة المصنعة ليها شركة اسمها بوشن لوم، شركة امريكية، والحقيقة واخدة براءة اختراع في المسألة دي، ان هي بتديني النهارده فيجوال كواليتي رهيب. تمام. ندخل بعديها العيان اللطيف الجميل اللي احنا ايه بقى اللي بقول لهم ويلكم تو ذا كلب، شباب الاربعين اللي زينا، يدخل يقول لي انا عندي مشكله نظاره القرايه، انا مذيعه ومش هلبس نظاره، انا ست بيت ومش عارفه اذاكر لاولادي. بقول لها اهلا بالسوبرا كور، ويمكن الاسم ده ناس كتير قوي ما تسمعش عنه، حضرتك بتتخلص من نظارة المسافات ونظارة القراءة، يعني هرجع تاني يا شباب، هترجع 18 سنة تاني ان شاء الله بشرط فحوصاتي تناسب هذه المسألة. طيب ده الكلام الاساسي. طب ايه الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل؟ طلعت تكنولوجي تانية، مش هقول احدث، تكنولوجي تانية، لو عندي انبعاجات في سطح القرنيه، سمك القرنيه بتاعي قليل، انا عندي ذعر من فكره المشرط الجراحي، بنعمل ايه؟ فكره الفيمتو ليزك ده مش نوع تصحيح ابصار زي ما الناس فاهمه، دي طريقه مختلفه لرفع الشريحه السطحيه اللي احنا بنتكلم عليها. بدل ما بتترفع بمشرط جراحي، انا بسلط اشعه الليزر على سطح القرنيه، بترفع لي الشريحة، وبعديها بضرب نوع الليزر اللي هذا المريض محتاجه. طيب ده هيديني ايه زيادة؟ هيديني دقة متناهية. فكرة ان الشريحة مرفوعة بالليزر ده ليفل تاني من البرسيجن والدقة، بيديني جودة رؤية اعلى. جون بعد كده قالك طيب لو مقاساته عالية وسمك القرنية اقل كمان نعمل ايه؟ قالك هنعمل بالفيمتو ليزر، مش هنرفع شريحة بقى خالص، نعمل شق جراحي 2 ليزر، عفوا 2 ملي، والليزر بيستأصل شريحة صغيرة من قلب القرنية، بدخل أسحبها، القرنية رجعت تاني على نفسها أو اتبططت شوية بالشكل اللي أنا محتاجه عشان أصلح. ده الفيمتو سمايل. كل اللي انت حكيته حاجات جميلة جداً، اكيد بتقدم بشكل رائع جدا في بيرفكت فيجن ذات السمعه المتميزه، لكن ايه اكتر الحاجات اللي انت بتعتز بيها في بيرفكت فيجن؟ سؤال لطيف، خليني اوضح لحضرتك معلومه في الحته دي. النهارده مستوى الطبي في مصر الحقيقه في اغلب المجالات بقى مستوى راقي جدا. لو النهارده بنتكلم في تكنولوجيا، احنا عندنا اعلى تكنولوجيا تقريبا موجوده في الشرق الاوسط، بدليل ان اغلب المرضى عندنا النهارده بيجوا لنا من بره مصر مش من مصر. تمام. طيب الحقيقة الاختلاف هنا، وده اللي بيميز بيرفكت فيجن، لو قلت لحضرتك ان الأجهزة مختلفة أو حاجة، لا، كل المستشفيات الكبيرة النهاردة عندها نفس الأجهزة. الفرق في التكنولوجيا المستخدمة، يعني احنا عندنا إشكالية دايما في المستشفى ان احنا بنواكب التطور، أي تكنولوجي جديدة هتنزل لازم بيرفكت فيجن هتلاقيها من أوائل المستشفيات اللي هتدخلها، وهنفرض حلقة خاصة لعلاج جفاف العين عشان الحتة دي إن شاء الله، اللي هو واحد من مشكلات العصر دلوقتي، مشكلة من مشكلات العصر. النهاردة بقى التكنولوجيا كاملة وبتتعالج، وبفضل الله احنا أول مستشفى في مصر تدخلها.
طيب نمرة 2، وهو ده الجزء الرئيسي، ان الطب النهاردة مش بمزاجي وبمزاج فلان وبمزاج علان، في البروتوكولات الرسمية المتعارف عليها دوليا هي دي المتبعة عندنا في Perfect Vision، بروتوكولات مكافحة العدوى، بروتوكولات العلاج، هي دي الرئيسية. يعني عندنا 1+1=2، المريض عنده كذا بيتشخص كذا بيتعمل له كذا ثم كذا، لو كذا بيتعالج بالطريقة الفلانية، لو كذا بيتعالج بالطريقة الفلانية، معايير الجودة العالمية في القطاع الطبي. وهو ده اللي بيميز الحقيقة المنظومة عندنا. مرضى كتير جدا تستغرب عندنا، يدخل يقول لي دكتور برافو انا سمعت عن اسمك وجاي يعمل عملية مية بيضة شبكية تصحيح ابصار عندك. بعد ما افحص المريض اقول له والله حضرتك مش محتاج الكلام ده، خد القطره دي هتبقى زي الفل، خد العلاج ده هتبقى ممتاز. يقول لي لا انا كشفت في كذا وكذا وكذا وعايز اتعالج عندك تعمل لي عمليه كذا. اقول له حضرتك مش بتنقي، حضرتك محتاج كذا. المريض لما بيسمع الكلام بيجي وفاجئ، ده جزاك الله خير تسلم ايدك، ده انا فعلا الرؤيه عندي بقت ممتازه. ومريض تاني اقول له حضرتك هتعمل كذا، يقول لي طب انا عايز ابدا بالعين دي. اقول له لا هنبدا بالفلانيه. يقول لي بس انا دي اللي مضايقاني. اقول له انا لينا وجهه نظر طبيه هنعمل كذا الاول. فالناس بتزعل، اقول له ده لمصلحتك. طب لو المريض اصر على موقفه بعتذر جدا منه. الطب ليس سوبر ماركت، والاختيارات الطبيه والعلاجات الطبيه ليست بضاعه موجوده في السوبر ماركت، لك مطلق الحريه في انك تختار الشيء اللي شكله يعجبك، لكن انت مش بتختار، ولكن انت بيقدم لك الافضل لك. وانت مش تفهم ده ولا عمرك هتعرفه، خصوصا في الاشياء المعقده طبيا، لكن اللي بيحدد هو المحترف، هو صاحب القدره على الاختيار. ده شيء مهم جدا. انت اسعدتنا النهارده بهذا الحوار الممتع للغايه، واحد من الحوارات اللي انا زي ما بيقولوا دايما احنا بنفضل المدرسة دي في الحوار، مدرسة شديدة التنظيم، لكن تبقى ملفات كثيرة. احنا النهاردة ربما نكون فتحنا اول صفحة في ملفات تصحيح الابصار، لكن ملفات عديدة موجودة ما زالت المهنة البيضاء تحتاج الى تفصيل وتوضيح، وخصوصا في الثقافة المصرية والعربية. مشاكل تصحيح الابصار ايه اذا كان هناك ضعف ابصار؟ انت قلت لنا ده هتبقى حلقة لوحدها. طبعا جفاف العين ده محتاج ده مدرسة. عايزين نتكلم على ما بعد الأربعين، نظر ما بعد الأربعين، ده نعمله حلقة كده لوحده، ده مهم جدا. السكر والشبكية وقصصها المثيرة جدا. ففي مدارس كتير إن شاء الله الفترة اللي جاية هنفرد حلقات تفصيلية لكل حاجة من دول، والحقيقة الغرض منها هو تثقيف المريض، لا الدعاية ولا الشغل ولا يعني الواحد بقى بيستخبى أساسا من العيانين، يعني من الضغط اللي عليه. بس المكسب الرئيسي بالنسبة لنا إن إحنا نفرد مجموعة من الحلقات في جميع الأبواب زي ما حضرتك بتقول عندنا للثقافة العامة. إذا المريض وصلته هذه الثقافة العامة هينقدر نوفر له أفضل خدمة ممكنة. أنت نورتني وأسعدتني جدا بأسلوبك الراقي الرائع شديد التنظيم، وكعادة العيون دائما منظمين للغاية. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز لهذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين للملكية بإنجلترا، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي، والجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر، كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الممتعة جدا حول موضوع هو الأكثر شهرة، وإن كان هناك مواضيع أخرى أيضا. كل مواضيع العيون وإحنا بنتكلم عليهم بنقول عليهم الأكثر شهرة، كل في من يحتاجه. بالنسبة للشبكية في عالم الشبكية، عالم المياه البيضاء، عالم تصحيح الإبصار، عالم الجسم الزجاجي، عالم الحول، كل برانش من البرانشات دي عالم وحده. دائما العيون كل برانش فيهم، كل جزيرة من الجزر فيها لها بريقها ولها التركات بتاعتها وليها تكنولوجيا الخاصة بيها، عالم مثير جدا. هتسمعوه بس في الدكتور، خليكم دائما مع الدكتور. ثلاث حقائق عن الانزلاق الغضروفي اتغيرت مع الوقت. أولها الاعتقاد أن معظم المصابين بالانزلاق الغضروفي من كبار السن، والحقيقة أنه بسبب نمط الحياة الوضع اتغير، وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير،
مش بس كده، الإحصائيات بتقول إنه متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة. الاعتقاد التاني إن مشاكل الظهر معظمها للبدناء، والواقع إنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري، لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة. الاعتقاد الثالث إن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة، والحقيقة إن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جداً علاج كل مشاكل العمود الفقري، وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي. أهلاً بكم، النهاردة يوم مهم جداً جداً في علاج الألم، والألم قضية مهمة قوي. فيش بيت ما فيهوش حد بيشتكي من الألم، بل البيت كله ممكن يكون بيشتكي من الألم. مفيش يعني حد ما مرش بتجربة وربما عاش معها إنه هو حاسس بألام في ظهره. وألام الظهر الحقيقة بتيجي بأسباب كثيرة جدا، من ضمنها إن حضرتك شلت تقيل، إن حضرتك تتعامل مع الأساس البيت معاك بدون عندك بدون حكمة، أو حضرتك كرسي عايزة تغيري مكانه يلا نشيل الكرسي، محدش بيشيل كراسي ويطلع منها سليم، خصوصا لو كان فوتيه كبير ممكن جدا تلاقي مشكلة حصلت في ظهرك أو في ظهرك كبيرة جدا. الجيم أنا في رأيي إنه الطريق إلى أكبر المشكلات. الجيم خطير جدا جدا جدا، لأنه لو ما كانش تحت تدريب وتحت observation وملاحظة من محترفين وانت فاهم كويس جدا سنك ولياقتك وجسمك وطبيعتك وتعمل لك فحوصات، الجيم ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة جدا. انك انت ساعتك بتتهور، عايز تتمنظر، شلت شيلة تقيلة، حبيت تجاري من هم اصغر منك واقوى واكثر تدريبا، فبدأت تشيل نفس الاتقال اللي هم بيشيلوها، فيجي لك مشاكل، تبدأ تشتكي من ألم. والألم كما نعرفه علميا عامل زي الحجر اللي بيقع من الجبل، بس جبل جلد تلج، فبينزل يزيد مع الوقت وبيبقى زي ما بيقولوا أكثر خطورة، كل ما ينزل أكتر ويزيد يزيد يجيب يكبر، تبص تلاقي الألم بدأ شوية كده بعدين زاد 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 لغاية لما تخيلوا كده صخرة من جبل تلج نازلة من فوق على تحت، هتوصل لغاية القاع وهي مش صخرة وهي جبل كبير. النهاردة هنفهم بدقة شديدة هذا الأمر، كيف نتعامل مع قضية منتشرة في البيوت العربية جدا. النهاردة حظنا حلو جدا لأنه هنستمتع يعني الفهم والتفصيل من واحد من نجوم ونجوم فعلا هذا المجال، لأن هذا المجال أصبحت نجوميته كبيرة جدا، لأنه كل العالم دلوقتي بقى بيلجأ إلى منظومات الألم. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الأكاديمي الرائع، وطبعا سوبر ستارز هذا المجال، سوبر ستار هذا المجال، واحد من سوبر ستارز مجال علاج الألم في الوطن العربي واسم عالمي كبير، ضيفنا العزيز الأستاذ دكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس، والاسم القدير في علاج الألم. شرف كبير لنا هذه الزيارة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل بيت في حد بيشتكي من الألم أكيد. إيه الجديد في الموضوع؟ هو الألم يعني تطور على مدى السنين اللي فاتت، فكان بيتكلموا إن الألم ده ألام حادة، أسهل حاجة إدي مسكنات، بقى الموضوع تطور، لا الألام دلوقتي بقت ألام مزمنة، في ألام واحد يشتكي من ألام سرطانية كان زمان يروح ياخد مخدرات، دلوقتي لا، مش موضوع مخدرات، ممكن أعالج السبب وأعالج العصب اللي بينقل الألم، ممكن ألام ظهر، ألام رقبة، ألام غضاريف، ألام مفاصل ركبة وكتف، كل ده الجديد، إن بقى العلم اتفهم، كل يوم بنفهم يعني إيه ألم، ميكانيزم إزاي بيحصل إيه في الألم، وده مادام بنفهم هنعرف نحل، فبقت في طرق وفي أجهزة حديثة جدا نقدر نعالج بيها الألام مادام عرفنا أسبابها. الغضروف العنقي والغضروف القطني دول مشهورين في كل بيت دلوقتي في مصر، عايزين نفهم ايه هو المقصود بكلمة، يعني لما اقول عندي غضروف، طب انا عندي غضروف يعني، بس التقصيد ايه يعني؟ شوف كلمة غضروف، هو طبعا العمود الفقري بيتكون من فقرات، لان احنا كائنات فقرية، بينها غضاريف، مادة طرية لزجة وظيفتها تدينا الليونة نقدر نتحرك يمين شمال نتني قدام ورا، وتمتص الصدمات، لما واحد يمشي يدب في الارض مثلا ما يحصلوش مشكله، عظمه ما يتكسرش،
دي قيمة الغضاري. فالغضاري دي مع الوقت، مع العجز السن بتنشف، مع واحد يشيل غلط. المقدمة اللي حضرتك قلتها هايلة، وضحت أسباب كتيرة جدا للمشكلة، إن واحد بيشيل غلط، ست بيت بترفع الأنبوبة، ترفع المرتبة، تزق الدولاب، كل ده بطريقة غلط. واللي بيروح الجيم شباب، يعني بيجيلي ناس 15 سنة و14 سنة ومش مصدق نعمل الرنين، قال اخد غضروف. طب ده 14 سنة ده لحمه لسه ما تكونش، غضاريفه لسه ما تكونتش، بيروح جيم ويستعرض عضلاته، المدرب بتاعه مش فاهم حاجة، يبتدي يقول له عاش، فالغضروف يخرج من مكانه الطبيعي، يدوس على الحبل الشوكي وعصاب الحبل الشوكي، يلاقي بقى العين عنده ألم. هو ده فكرة يعني ايه غضروف. والناس تسميه غضروف، عرق نسا، لمباجو، عندي ديسك، كلها الأسامي دي الناس بتداولها، لكن في النهاية هو المرض واحد، غضروف الطري بينشف يخرج من مكانه، يدوس على الأعصاب، يسبب الألم. سواء في العنق أو في أو في عنقي أوقات، إنه ساعات صدري كمان، برغم إن الصدر ده أقل منطقة بس موجودة برضو. إيه أعراض الألم؟ الغضروف، هنبدأ هنبدأ بالعنق، الغضروف العنقي مثلا. غضروف العنقي بما انه هو في منطقه العنق، فبجنبه الاعصاب بتاعه الحبل الشوكي العلويه اللي هي بتغذي الايد، فنلاقي الالم ينزل على الايدين، ينزل في المنطقه العنقيه، يعني يشتكي من عنقه. يعني الرسمه اللي احنا شايفينها دي فيها ادي الغضروف خرج مكانه، دايس على الحبل الشوكي، داس على اعصاب الحبل الشوكي. دي صوره رنين مثلا مبينه ان لا ده الالم ظهر لان انا عرفت ان في غضروف. طب الالم ده بيجي فين؟ ينزل من فوق من عند رقبه العين، ينزل لحد ايديه، وممكن يقول صوابع بتنمل، والاحساس بقى مختلف، ممكن يقول بروده، شكشكه، حرقان، الم عادي. في الصعيد بقى الاقي اللغات يقول لك صليل، ويعني لغات بقى واحد بيوصف الالم، صليل بتاعت السيف، تحس صوت السيف. لا يقول لي بحس بصليل، اقول له يعني صليل وهي الم، هو يقصد ألم شديد، كأن سيف داخل فيه. سيف. تنميل، برودة، تمام. يعني برضو شوف دي أماكن الناس معظم اللي عنده غضروف عنقي، دي الأماكن الطبيعية اللي بيشتكي منها، وصاحبها كمان المفاصل، لأن الجنب الغضاريف في مفاصل الرقبة اللي هي كل فقرة بتتصل بالتانية تخليك تحرك راسك يمين شمال، بتلتهب عشان الغضاريف دي ابتدت تتاكل وتنشف، وما بقتش العلاقات الميكانيكيه بينها ما بقتش مظبوط. فالعيان ممكن يجي صداع خلفي، يقول لي الصداع الخلفي، تلاقيه في الاخر هو غضروف عنقي، طنين في الودان، دوخه، طنين يروح الانف واذنه، ما عندكش حاجه الدكتور، انف واذن لا انت ما عندكش حاجه، روح اكشف رقبه، يعمل رنين نلاقي غضاريف. دوخه عن ماشي، يقول لك انا بدوخ كتير. الصداع طبعا الخلفي ده مهم، يعني ده برضو ده المكان المشهور جدا، يبتدي ينزل كمان على الكتاف، ويبتدي ينزل على الكتف من فوق، وممكن لو تطور وداس على الاعصاب ازيد ينزل لحد صابع اليد. ده العنقي. القطني بقى، القطني بما انه برضو قريب من اعصاب الظهر والرجل من تحت، هيبقى الصوره هي هي بس بقى الجزء اللي تحت، يعني يقول ظهري يعني دي الغضاريف هي طالعه ودايسه، هتبتدي تدوس على الاعصاب اللي خارجه وجذور الاعصاب اللي بتغذي الرجل وتعمل الضفيره العصبيه للساق. يبتدي العيان يشتكي من الم في رجله، يقول لك انا بحس ان في كهرباء سيخ بينزل على ظهري، هنا الغضروف باين اهو، الغضروف السليم لونه ابيض، الغضروف الاسود هو اخر واحد تحت مسود وخارج مكانه، ابتدى يدوس على الاعصاب. العيان يقول في شكشكه، في كهرباء، في تنميل، في كرامبات كتير، يقول لك انا بيجي لي كرامبات، هو مش عارف انها غضروف في ظهره تعمل كرامبات. ده الشكل المعروف، شكل مشهور جدا، ماسك ظهره، والعرق النسا الاحمر اللي نازل ده بألم، هو ده يقول لك ده. وعشان كده سموه عرق النسا، عرق من فوق لتحت، والنسا لانه اكتر في الستات دايما الام الظهر، لان هم اكتر وزنا، بيزيدوا وزنا اكتر من الرجاله، عضلاتهم اضعف، حركتهم بطريقه تانية. ده اماكن الالم اللي العيان اول ما تجيله يبتدي يفكر بقى، ما هو ده مش حاجه سهله، ده ابتدي اتعالج، ان انا ما يسيبش الموضوع يتطور. والحمد لله العلاج بيتطور بقى كل يوم، يعني كنا زمان بنعمل حاجه ودلوقتي بنعمل حاجه ثانيه. كان زمان في طرق تقليديه، هنفوت برضو نقول الطرق، مش زمان، ما زالت موجوده، ما زالت موجودة. طبعا ايه الطرق التقليديه كانت العلاج؟ يعني بدايه اي مريض بيجيله الم في ظهره،
لازم الواحد نشخصه نشوف السبب ايه. طيب قلنا ان هو غضروف بعد التشخيص. بالاول بنبتدي بادويه تقليديه جدا، بسط عضلات، مسكنات، حاجات تهدي الاعصاب انها تنقل الالم. ما زال الالم موجود يبتدي يروح شويه علاج طبيعي. اغلب بقى الناس اللي بيجوا عيادات الالم مثلا يجوا لي مثلا يقول لي انا باخد معايا 4-5 روشتات ورحت اللي عملت 20 جلسه علاج طبيعي ومفيش استفاده. يبتدي العلاج ان هو عاوز يشيل الغضروف اللي ضغط على العصب، فبيروح لجراحه. جراحه طبيعي وجراحه صح ومش غلط، انه يخش هيفتح ظهره، هيفصل العضلات، يوصل لاماكن الغضاريف، ممكن يشيل الغضروف، وبيشيل الغضروف كله او جزء منه ويوسع القناه العصبيه. بس المشكله ان العمليه تقيله، عمليه شقه، عيان يقعد بعديها في السرير شهر شهرين ثلاثه يقول له ما اتحركش، وساعات لما يشيل اجزاء من الغضروف يثبت مش رايح مسامير. دي تقليديه، يقول له البس حزام ظهر، ده تقليدي وصح مش غلط، وفي حالات لازم تتعمل كده. علاج الالم هنا بقى اللي هو التطور اللي حصل، ان مش كل الحالات عملها جراحه. يعني لا، ده انا ممكن دلوقتي اخش على الغضروف واوصل لقلب الغضروف، واوصل للغلاف الداخلي، واعدي الغلاف الخارجي للغضروف، اوصل للقلب اللي مسبب المشكله بدون ما افتح ظهر العيان خالص. ابخره يعني؟ ابخره، اعالج الاعصاب، اوسع القناه العصبيه. كل ده بيتعمل بابر، جهاز اشعه بيصور ظهر العيان، العيان بيبقى طول العمليه صاحي، العمليه تتم بابر. يعني ده مثلا هدي البروب داخل جوه قلب الغضروف، العيان صاحي بيتكلم قاعد معايا بكلمه، وده الجهاز بتاع التبخير، والسلاح يخش جوه قلب الغضروف ياكل قلب الغضروف، والعيان ياخد بنج موضعي. يعني شاف دي صوره السلاح وداخل من الجلد مثلا وواصل لقلب الغضروف، العيان بكلمه زي قسطره، هي بتبقى قسطره طويله، ابره، ابره وسلاح. يعني هو قسطره زي الابره، يعني انا بسميها سلاح غضروف بس هو ابره. والعيان صاحي، يعني فعلا بنقعد نتكلم، شغل اغنيه بتاع، مفيش جرح جراحي، مفيش غرز، بنج موضعي مش بنج كلي. وده ينفع للناس اللي عندهم امراض بقى صعبه، والناس والشباب واللي خايف من بنج كلي وليه اعراض البنج كلي، ومفيش فتحه في رقبته ولا فتحه في ظهره. وبعد كده العيان يخرج من المستشفى في نفس اليوم بعد العمليه بساعه، ويروح بيته، وممكن يسافر. يعني يجي لي واحد مثلا من دول عربيه، يجي من السعوديه، يجي من الخليج، يعمل العمليه يرجع تاني في نفس اليوم، لانه هو ما فيش حاجه اتفتحت، يقدر يمشي ويسوق العربيه اليوم التالي. ودي مثلا ده الرقبه والغضاريف داخله، هي ميزه العمليه بسيطه سهله. العيان يقدر يعني يتحرك بسهوله، ما فيش رقده في السرير. يقول لي ارجع شغلي امتى؟ اقول له والله عاوز ترجع بكره بعده زي ما انت عايز. مش شرط يلبس رقبه، الرقبه دي بتخنق. يعني غير واحد ملبسينه رقبه يقول له ما اتحركش، طب ما دي حاجه صعب. ما دام في طريق اسهل بنتجه له، كلنا بديهي. يعني انا اعمل ليه عمليه وافتح رقبتي ليه واعرض مخاطر ليه؟ وبعدين العمليات اللي بالطريقه دي كمان ملهاش اضرار، ما دام ماشيه صح ملهاش اضرار. اللي ما فيش تليفات حوالين الاعصاب بتحصل، يعني في ناس تعمل جراحه وبعدين يقول ايه الالم هو او الالم زاد، بيحصل تليف حوالين الاعصاب، تشوه الجلد او مكان الجرح او هي طبعا يعني لانه ما فيش تعرض للهواء، ما فيش فتحه، ما فيش فتحه، ما فيش حاجه، ما فيش تليف خالص هيحصل، ما جتش ناحيه العظم خالص، ما جتش ناحيه العظم خالص. بنخش على الغضروف نعالجه ونشيل ضغط الغضروف على العصب. الغضروف بيبقى ضاغط على العصب، لا بنقلل ضغط الغضروف على العصب، وبعدين نعالج العصب، وبعدين نبعد الاثنين عن بعض، نوسع. بنقول توسيع القناه العصبيه وحقن الام الجافيه، ونوسع العلاقه ما بين الغضروف والعصب. دي طبعا تقدم، نوسع العلاقه، يعني نخلق مسافه ما بين الغضروف والعصب بالظبط، وده عشان ما يضغطش عليه، ما يضغطش عليه. تقدم رهيب. تخيل انت عمليه من اصعب العمليات، بدل ما تتعمل جراحيا بتتعمل بسهوله جدا بابره وحاجه بتخش عند قلب الغضروف، والعيان يقول لك ده انا يعني مش مصدق ان العمليه تتعمل بابره. يعني بشبهها اقول ايه، المراره زمان كان يفتح فتحه كبيره، دلوقتي بمنظر يخش يشيل المراره. العيان تاني يوم يخرج من المستشفى، وكان قبلها يقعد له يومين ثلاثه في المستشفى. طبعا تقدم، يعني والتقدم ده اساسي الكترونيك وهندسه،
يعني ان الجهاز ده يخترع واجهزه واكويبمنت وكانت زمان مش موجوده في مصر، دلوقتي موجوده متوفره، والتخصص كل يوم بيبقى فيه جديد كل يوم، يعني بتبقى حاجه ريكفري. اهم حاجه ان العين هنا كمان مش محتاج يقعد فترات طويله في البيت ولا يحتاج علاج طبيعي واستشفاء والى اخره، ده فرق الكتير. العين اللي بيعمل جراحه بلبسه رقبه او بلبسه حزام ظهر شهرين او ويقعد في السرير يقول له الدكتور ما تتحركش في السرير شهر شهرين، لكن هنا بقول له تاني يوم بقول له انزل سوق عربيتك. ده يعني اختلاف كبير، مفيش رقبه يلبسها، مفيش حزام ظهر يلبسه، دي حاجات بتخنق المريض. والتحسن سريع ونسبه نجاحها عاليه جدا، فطبعا ده مميزات. يعني في تطور يعني هنا بشوف السلاح داخل جوه الغضروف وبياكله، بياكل الغضروف، ومن على الجلد بره العين صاحي، كل ده الصور دي والعين صاحي بيكلمه، والابره مش عامله فتحه في الجلد، يعني لما تشيل الابر تاني يوم تقول لي انت عملت ازاي الغضروف، مفيش فتحه في الجلد هي خالص، قطرها كله ما تجيش 1 مللي. واحد ملي قطرها بسيط جدا. وكل اهم حاجه ان احنا بنشتغل تحت جهاز الاشعه اللي موريني انا فين بالظبط، فين بالظبط. ومش كده كمان، الاجهزه كمان بتقيس العصب. انا مش بس بجيب العصب بالتشريح اقول هو يمين شمال او لا، ده الجهاز بيطلع ذبذبات يقول لي هو ده العصب ولا لا، انت بعيد عن العصب بقد ايه، طب انا محتاج احط الابره جنبه شويه. ده كل دي يعني الاجهزه بتقدمها دلوقتي، ما بقاش الموضوع انا داخل في الحته دي بالشبه. نسبه الخطا هنا تقريبا غير وارده. في ناس كتير قوي بتتاخر عن اتخاذ مثل هذه القرارات، وانها تذهب الى الانفيزيف الليس انفيزيف تكنيك او اللي احنا بنسميها التدخلات المحدوده بسبب افكار، يعني مش عارف اقول ايه، افكار من القرن الاول الميلادي، يعني حاجه كده يعني من زمان جدا. ما زال في ناس بتروح تعمل بعصايه، وفي ناس بتروح تعمل وانا هقول لحضرتك حاجه، الغرقان بيتعلق باشياء، هو موجوع رقبته او ظهره وخايف من الجراحه. هو ليه خايف من الجراحه؟ بيسال اهله يقولوا له ده فلان عملها والوجع زي ما هو. ما بقولش ان الجراحه وحشه، يعني عشان برضه الجراحين ما يزعلوش، ما بقولش جراحه ليها وضعيتها، ليها مكانها، ليها مكانها، ليها مكانها. ساعتها يجي لي عيان اقول له هتعمل جراحه، انا هتعمل جراحه، اللي انا بعمله ده مش هيفيدك. لكن الناس بتسال فيقول لك لا انا مش هعمل جراحه، انا خايف يفتحوا لي رقبتي، انا خايف يحطوا لي مشرط في رقبتي او في ظهري، فيتجه لاتجاهات بقى شعبيه، يروح بقى لواحد بعصايه، يروح واحد يشرط له ظهره، يعني يجي لي مهندس الاقي عنده سقوط في القدم، الاقي دجال فاتح له بمشرط رجله، يقول له ده انت مهندس ازاي طالك عصب رجلك، هو خايف يعمل عمليه، فيقول لك لا انا اعمل اي حاجه بسيطه بس ما حدش يلمس لي ظهري. التقدم دلوقتي لا، مش المصريين بس بيفكروا كده، العالم البشر كله يقول لك انا ليه اتجه في طريق صعب، انا هروح طريق سهل. طب بس السهل بقى لما يبقى دجل لا نلغيه. طب ما في بقى سهل دلوقتي علمي ومعترف بيه في ال WHO والاف دي اي وكل ما العالم ووزاره الصحه المصريه، حاجات حديثه معترف بيها جدا. استاذ الاساتذه الاستاذ دكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري بكليه الطب جامعه عين شمس، بتنور في كل مكان الدكتور طبعا، اكيد الله يخليك. الله يبارك، خليكم دايما مع الدكتور. خلينا نقول ان في اربع حاجات غير معتاده او غير متوقعه تاثر على السنان وتاثر على او من خلال الاسنان ممكن تاثر على الصحه العامه. تخيلوا ايه؟ عدوا معايا. اول حاجه شرب المياه الغازيه الدايت. عملوا دراسات كتيره جدا وجدوا ان المياه الغازيه الدايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلخه السنان وضعفها والتاثير عليها اللي بيؤدي في النهايه الى فقد السنان. دي واحده. حاجه تانيه انه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن ان يؤثر ايضا ويسبب تلف الاسنان، لانه مع الغطس بيؤدي الغطاس اساسا كل غطسة وهو عامل انقباض في الفكين بشكل انفولنتري او بشكل زايد عن اللزوم، بيزود الضغط على الفكين، فمع الغطاسين المحترفين اللي بيغطسوا لفترات طويلة وفي اعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر، وبالتالي الاسنان تتاثر كثيرا. طبعا اللي بيحب الغطس هيتضايق قوي من الكلام ده. حاجه تانيه كمان انه فرشاه السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللثه،
وتنقل فيروسات، تنقل انفلونزا، تنقل فيروسات اخطر من الانفلونزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكبدي الوبائي. فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشاه سنانه لوحده، وما تكونش محطوطه كده في نفس البوكت بتاع كل الفراش فرشاه الاسنان التانيين. يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشه السنان بتاعته، كل واحد منقي لون المنقي مش عارف ايه، وكلهم حاطينها في كوبايه واحده، فكلهم لازم في بعض. يا سلام، طب ما انت كده الفيروس لو جه على واحده منهم هتنقله للتانيه عادي جدا. يعني في الحاجه الاخيره بقى اللي بتاثر على السنان، ودي حاجه غريبه جدا، انه لو ان الرضاعه لفترات طويله يؤدي الى مشكله خاصه بتسوس الاسنان. الرضاعه الاكثر من سنتين يخلي الطفل عرضه اكثر واكبر للاصابه بتسوس الاسنان. اربع حاجات مش متوقعين، ناس كتير ما تعرفهمش، لكن الاربعه موجودين والاربعه مؤثرين جدا جدا. هزود لكم حاجه خمسه بقى، حاجه خمسه في منتهى الخطوره. من ضمن الحاجات المخيفه اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخله، والخله دي خطره جدا. الخله اللي هي الخشبه، أو حتة الخشب، طبعا فيها أنواع كتيرة دلوقتي منها، ويقعدوا يعملوا بها حفر أو يستخدموها في الفروقات بين سنانهم. دي من أكتر الأسباب اللي تسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللثة بشكل أكيد، وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب، لأنه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جيبها. دي ناس وحشة قوي 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 يعني قوي. إيه ده؟ إيه اللي أنا قلته ده؟ تعالوا نبدأ النهاردة حوارنا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، وبيعجبني جدا أسلوبه، حكاياته حكاء رائع جدا ليوميات طبيب أسنان، يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الإمرجنسي بس في الطوارئ في الألم، إلى أن أنا أروح لغير الألم كمان، أن أنا ببحث عن ابتسام، أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على انه الاسنان بتكمل جمال وجهي، فانا ببحث عن بقيه الاجزاء اللي في وشي اللي محتاجه تجميل، اللي هي مهمه جدا، اللي اسمها الاسنان او الفم. تعالوا نشوف النهارده حوار مثير مع ضيف العزيز، واحد من نجوم هذا المجال، الاستاذ الدكتور كريم مكاتي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلامه، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. عجبك الغطس؟ أنت غطاس أساسا. أنا غطاس أساسا، واخد شهادات، معايا شهادتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني. كمان أنا الناس من أعز أصدقائي غطاسين، يعني غطاسين بارعين يعني. أنا بفتخر طبعا أستاذنا الأستاذ دكتور جمال سامي، ده أستاذي وده من أهم جراحين القلب في العالم يعني. طبعا ده غطاس محترف فعلا. أصل الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر. اي نيجاتيفيتي، اي حاجه، انت بتشوف عالم تاني، بتشوف دنيا تانيه، بتشوف كائنات مختلفه، الوان، بيخليك تطلع بني ادم تاني. فالعالم ده اي دكتور، اي حد بيشتغل مهنه فيها ستريس عالي بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بيمارس رياضه زي دي. بالنسبه للغطس مع الاسنان، انا عجبني جدا حضرتك يعني فكره ان تعرف انا عمري ما غطست في حياتي. لا ده لازم لازم. انا كبيري حمام السباحه بغطس لما يعني بغلط يعني، ده انا حتى ساعات بنزل حمام السباحه واحرص على اني ما اتبلش يعني، شعري نفسه ما يجيش عليه ميه. والله يعني زين واقف في حمام السباحه يعني، انت عارف انا العوم يعني مش حريف. بس الغطس مش لازم تبقى سباح عالي على فكره. ده فعلا الغطاس مش لازم يبقى سباح جامد، والله. لان هو معظم الحاجات هي بيعتمد على الفاست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه. هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي، على قد ما يكون فاهم فكره الضغط وتاثيرها على جسمه. فممكن ياثر على السنان طبعا جدا بشكل جامد جدا، وخصوصا لو هو مش فاهم فكره الضغط على جسمه وما بيعملش الستوبس اللي المفروض يعملها. الناس اللي بتغطس اعماق عاليه اللي بيكسروا ال 27 متر، لازم وهو طالع تاني بيبدا يعمل ستوبس عشان يبدا يعمل ريليس او ايه ستوبس دي يعني ستوبس يعني بيطلع على عمق
اقل، يعني ما يبقاش في العمق بتاعه، يطلع العمق اقل قبل ما يطلع بره الميه. لازم يقف شويه 5 دقائق وليها حسبه معينه عشان خاطر يبدا الضغط يخف واحده واحده من جسمه. لان تحت بيبقى كل حاجه مضغوطه، كل الاوعيه الدمويه كل حاجه مضغوطه. لا ما احنا عندنا سؤال في الحته دي، اللي هو سؤال لو طلعت مره واحده كغطس الهازارد اوف دايفنج. اه طبعا في ناس بتموت، في ناس بتنفجر الرئه بتاعتها. نفس الكلام ده، ما هي فكره اوعيه دمويه. ما احنا عندنا اوعيه دمويه جوه اعصاب جوه السنه نفسها. في الحته اللي فيها الاعصاب والاوعيه الدمويه بتاعتها. فاحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوظ الأوعية الدموية تاني. تاني حاجة الماوس بيس، بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المشدودة وهي نازلة تختص، بيبقى عاضد أو جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسجين بتاعته. فطبعا كل ده بيبوظ عضلات الفك والمفصل بتاعها. فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه ان هو ما يأثرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه، ويعمل الستوبس المظبوطة، ولازم يبقى نازل مع محترف معاه. ايه ابرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك؟ احنا دلوقتي هذا السيزون انا عامله يوميات، تحكي لي بقى الاسبوع اللي فات ده ايه اللي جرى في عندك في قبل ما احكي لحضرتك القصص دي، برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه، موضوع خلة السنان ده من الكوارث اللي بتهدد السنان. ليه؟ وخصوصا ان هو دلوقتي اللي انا بقيت استغربه، الناس حتى ما بتحطش خلة سنان، بيبدا يطبق ورقه او دبوس او حاجه او كارنيه او كارنيه. كارنيه ده موضوع منتشر جدا. فالفكره ان كل ده بيعمل ابريجن في السنه، بيكسر في سطح السنه، دي حاجه. تاني حاجه بيعمل سبيسنج ما بين السنه والتانيه. فده كله بيخلي الاكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينه، يقطع في اللثه، وبالتالي بيخلي العظم يتاكل في الحته دي، وبالتالي تبدا الاسنان مع الوقت تتلخلخ. فاحنا اعداء خله الاسنان. واي حاجه بنسلكها كده، فرشه سنان جميله جدا، ولو مضطرين الدنتال فلوس ده حل كويس جدا، ماشي. بس لكن اي حاجه بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا. طب ليه الانسان بيفقد سنانه؟ ليه الانسان بيفقد سنانه؟ احنا هنقول كلمه، ده السؤال كده عارف سؤال عام جدا. عام جدا. بس السؤال مهم. احنا هنقول اهم حاجه فيه الاهمال. الاهمال هي بدايه كل حاجه، هو العدو الاساسي اللي بعديه بيترتب عليه كل المشاكل بعد كده. يعني انا بدايه ما بغسلش سناني، تبدا الاكل يتحشر بين السنان، يبدا يتعفن، يعمل لي بكتيريا، البكتيريا دي تبدا تاكل في اللثه والعظم اللي حوالين السنه، تعمل لي احماض تاكل لي في سطح السنه اللي احنا بعد كده بنسميها التسوس، اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله. ده اهمال. الاهمال ان انا ما اروحش للدكتور اعمل الكشف الدوري بتاعي، ماشي، يعني عشان خاطر الحق اي حاجه من اولها. انا لو بروح للدكتور كل 3-4 شهور، لو التسوس في اوله خالص الدكتور هيعمله، مش هيبقى فيه اي مشاكل. ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب، وبعد كده يضرب العصب، وبعد كده اخد انتي بايوتكس واخد مسكنات، وبعد كده اسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج، حاجه اسمها خراج مزمن، واللي بعد كده بيتطور للاكياس الدهنيه اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوظ لي الدنيا. هنا ده اللي بيحصل لما السنه تفقد. بالظبط كده. هو السنه بتفقد بقى بيحصل ايه؟ هو اساسا سبحان الله الاسنان بتاعتنا كلها في حركه، بس هي متثبته في مكانها، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. مجرد ما بنخلع سنه بتبدا العظم بتاعها بيكش مكان السنه نفسها زي ما احنا شايفين هنا اهو، وتبدا الاسنان تتحرك في السبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالظبط كده. اتحركت الحركه الخبيث. ليه الاسنان بتتحرك؟ عشان في حركه، هي اسنان في حركه بس هما سندين بعض. أيوة. فاحنا شلنا الاكوليبريم بتاعهم او الثبات بتاعهم، بدا العظم كله بيحاول يعوض المنطقه دي. جاذبيه بنت اللذين. بالظبط كده. على فكره القصه دي احنا بنستفيد منها في معالجه بعض حالات مشاكل المفصل. ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم طقطقه في المفصل الفك، الطقطقه دي بتبقى نتيجه ان الاربطه بتاعه الغضروف نفسه بدا حصل فيها التهاب وارتخت، فبيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفله. مشكله ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع. فاحنا بنعمل حاجه اسمها بايت ريزنج، رافع عضه. رافع العضه ده بنستفيد من الميكانيزم ده، ان احنا بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه. بيتحط على الدروس الورانيه. بنبوظ، لا حلوه قوي الجمله دي، بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه. بالظبط كده. فهمها لي بالراحه بقى، هشرح لحضرتك. مش احنا قلنا كل سنه سنده اللي قصادها وسنده اللي جنبها؟ طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللي قصاد بعض، ايه اللي هيحصل؟ السنان هتطول. طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصه ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عمليه الشفاء الطبيعيه. اعمل ايه؟ ارفع العضه بمقدار
من 2.5 ل 3.5 مللي. وبعملها ازاي؟ بحط حاجه بترف على الاسنان الخلفيه وبتعمل لي السبيس اللي انا بقولها لحضرتك دي قدام، فتبدا الاسنان تطول بمقدار من مللي لمللي ونص فوق وتحت. ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معموله على الكارتليج. فمع الوقت بنخفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالظبط كده. فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدا الاربطه الالتهاب اللي فيها يروح وتبدا تتشد ويروح مشكله الطقطقه، وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عمليه لتصليح الغضروف والكلام ده كله، ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله. دي من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثه جدا. احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحه. ليه؟ لان دي الحاجه بتاعت ربنا، مفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه. واللي يقول كده انا مش موافق على الكلام ده. الحاجه بتاعت ربنا هي الاساس دايما. طيب في ناس بتفقد سنانها بالكامل. طبعا دي بقى مشكله، مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم اهمل جدا زي ما انت قلت. الراجل ده بيبقى عنده او الست دي بتبقى عندها حاله ياس، وساعات بيحصل في سن مبكره يعني. طيب انا شفت السن المبكره دي، شفت في سن 40 سنه و37 سنه ما عندهمش ولا سنه. بيبقى ايه اللي حصل؟ وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضويه. بيبقى ايه اللي حصل اساسا؟ هو اهمل، راح لدكتور بتاع حشو وخلع، فالدكتور خلع له السنه اللي بتوجعه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، خلع الاسنان كلها، بداوا يعملوا الاطقم المتحركه اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هي بتبدا تخلي العظم اساسا يتاكل، غير فكره اساسا ان العظم اساسا حافظ على حجمه ده بسبب الاسنان اللي جواه. فانا شلت السنه وحطيت له حاجه قاعده بتعمل بريشر على العظم بشكل معين، فالعظم عمال يتاكل. فتجيلي مثلا عندي واحده لسه جايه لي الاسبوع اللي فات عندها 40 سنه وخلع بقى لها سنتين ثلاثه كل اسنانها وماشيه الطقم متحرك وعظمها قليل للزراعه. طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله، بس هل هي مش من حقها انها ترجع باسنانها تاني كامله؟ لا طبعا من حقها. وخصوصا كمان هل مش من حقها ان هي تدوق الاكل بالطريقه اللي احنا بنستطعم بيها الاكل؟ ما احنا عندنا الاطقم المتحركه دي بتغطي السنسرز بتاعه الاكل. احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري، ده يسري. يسري ده مش كبير برضو، ده حاجه 40 سنه فقد اسنانه العلويه كلها، وبدانا نزرع له عظم مع الزرعات بتاعته وبعد كده حملنا له اسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا. يسري كان من ضمن التحديات بتاعته ان هو لف راح في كذا حته، قالوا له انت العظم اللي تحت الجيب الانفي قليل جدا، مش هنقدر نعمل لك العمليه دي. فطبعا يسري طبعا كان عنده حاله ياس لحد ما جالنا الحمد لله، بدانا رفعنا له الجيب الانفي، نرفعه دلوقتي كلوزد، مش بنحتاج نعمل جراحه كبيره عشان نرفع الجيب الانفي، بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعيه وبنحط عظم وبنحط الزراعيه بتاعتنا، وبيقدر الزراعيه تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقه بتاعت الجيب الانفي اللي نازل. هنشوف حاله دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جايه نفسيا محتاجه سبورتيف جامد طبعا جدا. ده جدا، وخصوصا ان هو ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه ان هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش يعني عارف يتعامل زي كده. الحاله دي هو وبعدين بصوا يعني برضه انتوا ده جاي انتوا اللي عاملين الحكايه دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر اللي عامل كده، انتوا حاطين الصورتين فوق بعض على طول. لازم دي لينا وللمريض، لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين. ايوه ماشي، بس انا كان نفسي تشويق. ليه؟ انا نفسي اشوف الصوره الاولانيه دي انا يعني هتعمل ايه فيها؟ بصلها يا نهار ابيض، ودي تعمل فيها ايه؟ وبعدين تفاجئني بجمال الصوره، بصراحه جميله جدا، وانت مصور فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال، يعني مصوره قوي قريب جدا ناتشرال جدا. يعني انا عجبني قوي انها ناتشرال يعني طبيعي. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الصوره الاولانيه لو حضرتك لاحظت ان الجذور لسه موجوده. دي نقطه انا عايز اتكلم فيها. في ناس بقى بتعمل ايه؟ جات لي قريب، هي دي نفس الحاله؟ لا دي حاله تانية. حاله تانية. طب دي نفس الحاله. زي ما احنا شايفين فوق هو في جذور موجوده. كان راي المريض لما جه وسالناه قلنا له انت ليه سايب الجذور دي؟ قال لك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنه في مكان عشان تحافظ على حجم العظم. طب كويس جدا. لا مش كويس خالص. ليه بقى؟ لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها. البكتيريا دي عملت بريشر على العظم اللي اشتغل بفكره الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي اللي احنا قلناها في الاول. فاكل نفسه وعمل اوضه، الاوضه دي فيها صديد، يبدا الجسم يبعت حاجه اسمها ايبيثيليال سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده. اللي لما بتكتمل ايبيثيليال سيلز دي بطانه الاوضه دي، ده بنسميه ايه؟ ابسس. لا سيست. هنا بقى سيست ماشي، ما السيست اللي هو الكيس الدهني. الكيس الدهني اللي هو بيتطور بعد كده ممكن يقلب ابسس. ما هو ابسس ده في الاول اكيوت، في كرونيك في سيست.
في السيست ده بقى بيبدا يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجه فيه لحاجه اسمها كيراتوسيست. كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر، يعني يعامل معامله الاورام. ليه اوصل لكل ده؟ عشان سايب سنه هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى؟ عشان بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، بيكبر بشكل صوابع داخله في العظم، فمهما بيتشال بيتبقى منه جزء، عشان كده لازم بيتشال بسيفتي مارجنز، عشان كده لازم يعامل معامله. طب انا كل ده عشان انا سبت بيتشال بسيفتي مارجن، يعني معلش احنا قلنا انجليزي النهارده اوكي اترجم انا كلمه ورم حاجه سيست اهي هتشال كانها ورم، فهتشال حواليها هي مثلا وليكن واخده 3 في 3، لا لما انا اجي اشالها بقى هشيل بمساحه 5 في 5 مظبوط كده، يعني ازود كمان 2 استأصل. ايه استأصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان أأمن نفسي، لأنها هي متوغلة بصوابعها جوه هذا النسيج، كل حتة صغيرة تعملي كيس دهني تاني، تاكلي في عظم تاني، فلازم تتشال مظبوطة. حلوة قوي الحالة دي كمان. كل ده يعني ليه بقى؟ عشان احنا سيبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها. ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل، دي أنا من المواضيع اللي أنا بعشقها. فكرة إن المريض ما بياكلش أي حاجة، ما بيدقش أي حاجة، مش عايش، وتقال له انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك. ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده. لا رائع جدا. كم زرعه دول؟ دول كانوا 8 فوق و8 تحت تقريبا. الحاله دي بقى لها فتره اصلها 3 4 5 8 فوق و8 تحت، هي نفس الحاله بالظبط. هي نفس الحاله، رائعه جدا. وانا اللي عجبني قوي فكره النيتشراليتي، وطبعا البايت انتوا الفتوا هنا بايت بقى. دي قصه تانية خالص بقى. هنا ما كانش في اساسا بايت موجوده بالظبط، بس احنا بنقدر بقى مفيش عضه يعني. بنقدر ندور على شكل البايت اللي المفروض هو يكون عليها. بنبدا نخليه يعض بطريقه معينه، بنقول له يرفع لسانه في سقف حلقه لورا، فبيبدا الفك طبعا زي ما حضرتك عارف لما بيكونش فيه اسنان ما بيبقى اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضه بالنسبه للمريض نفسه مش لينا احنا بس، فبيبدا الفك يرتخي وينزل لتحت، يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقه مش مظبوطه، فبنخليه يحط يرجع لسانه لورا قوي ويبدا معاه احنا نعلمه العضه عشان نعرف شكل عضته في الاخر هتبقى عامله ازاي. وبنبدا نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هم الريموفبل بروسيسز اللي هم الاطقم المتحركه، احنا هنا بنستخدمها في الحته دي بقى عشان نرسم العضه، نالف العضه عن طريق الناس اللي هم متخصصين في الاطقم المتحركه، لان هم دول اللي بيرسموا لنا، بيحطوا الاول حاجات زي شبه اللثه بتاعه المريض فوق وتحت ويبدا يرسم لي العضه المفروض تبقى في الحته دي. والكمبيوتر بقى بعد كده السارك بقى والسمايل ديزاين بقى يبداوا يتدخلوا في الموضوع ده كله، ويخرج الموضوع في الاخر ان هي العضله تبقى مظبوطه والمريض ما يبقاش متضايق وياكل كويس. الاشعه المقطعيه لو احنا شفناها يعني هتفيدنا في حالات هنشوفها دلوقتي، يعني برضو هنربط بين الاشعه المقطعيه وبين هذه الحالات. الحاله دي من اهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا زراعه العظم. لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مظبوط. ادى الى ايه؟ احنا كنا قلنا في الاول لما بيحصل باس تحت وبيتساب بيبدا العظم ياكل نفسه. العظم متآكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مظبوط. طيب المريض ده جاي السنان دي كلها او التركيبه بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول. طيب راح لف، لا مستحيل نزرع لك انت عندكش عظم خالص، وقالوا له احنا هناخد لك حته من الحوض عشان نركب لك الزرعات دي. ده حل موجود، بس انا ليه دايما اخش الحته الصعبه ان انا افتح حتتين عشان احط العظم من حته لحته؟ لا، اللي تحت احنا عملنا ايه؟ حطينا الزرعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا. لو حضرتك بصيت هتلاقي ان العظم فعلا بدا يتكون. الاشعه اللي تحت دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا، بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل. وفي صوره تانية احنا حاطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحاله كان شكلها عامل ازاي. هتظهر معانا دلوقتي اهي. يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العظم ده فوق يمين، بعد كده ده بعد ما ركبنا رؤوس الزراعات بتاعتنا، وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الاسنان بتاعتنا. خليكم دايما مع دكتور.